إذا يبدو تمام. فينا نقطة قاعدة من أمس اللي هي موضوع كيف ندير anonymous force scanning using the inmap tool over door on tails ولا أي operating system تاني. يعني door set up as a 65 proxy عندي torify ونبي ندير force scanning anonymous. اوكي ف المرة اللي فاتت ربطنا شوية في argument. المهم الفكرة في الموضوع ما اللي ضروري تعرفه ان التور ما يدعمش الـ Inmap Traffic زي ما هي تمام، وما تقدرش تستعمل الـ Inmap في التور زي ما هو بنفس الطريقة اللي تستعمل فيها في النت العادي. كتبي دي سكان استعمال الـ Inmap والبروكسي، فتبي تعرف تستعمل الـ Option S Capital T اللي هو TCP Connect Scan هو الـ Argument أو الـ Flag هذا TCP Connect Scan، يعني مش SYN Scan، مش SY هذا. في نفس الوقت تبي تسقط الـ Pinging إذا ما يديرش Ping وما يديرش DNS Resolution، هذه أهم حاجات. تبقى الكوماند الوحيد اللي هو الطريقة تبي Port Scan، الطريقة تبي تحدد قديش Port تبي أو Port Range أو أي حاجة. لكن هذه الحاجة الوحيدة تقدر تقول بورت سكان بينج سكان ما يمشيش أرانوس. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. في حاجة عند أي مشكلة في الموضوع استعمال الماب والتور جرب كمان هذا. بالنسبة لاستعماله في التيلز تيلز او اس ضروري ندير توريفاي، من غير توريفاي ما يخدمش البرين. توريفاي هو اصلا برنامج اخترعوه باش يخلي اي برنامج عادي يخدم على التور، بذلك تقوم بدوره هنا يخلي فيه نقدر ندير بورت سكان اوفر تور. هذا نفس الكوماند بالضبط يمشي في مثلا ديبيان لو درت تور بروكسي سيرفيس او في تيلز او اس، نفس الكوماند حاجه وحده بتغيرها بورت وكده دومين نيم تمام. هذا هو تعمل تيز لسبب واحد تطفي طول في مع أقل chances إنه يصير detection. تفتح تيز وز تستعمل لسبب واحد لأن تطفي هون ولا يسيستم لأن تولع مرة تانية لسبب تاني. وطبعا نبغى نديرو لاب على ال سنفر مسبوف. قلنا عندي سنيفر اللي هو مونيتورينج داتا باكيتس وريكوردينج نتورك اكتيفيتيز. تكلمنا عليها امس. System network administrators commonly employ sniffers to troubleshoot network issues. لكن hackers find sniffing to be a convenient technique. Through sniffing, they can intercept sensitive data packets containing valuable information, information such as account credentials and passwords. Cyber criminals typically implant sniffer software within the system to facilitate their illicit activities. Okay, قلنا عندنا 3 types of sniffing. في internal sniffer يكون داخل لان النتورك بتاعي، في external sniffer بين الفاير وول بتاعي والانترنت، وفي wireless sniffer يمكن يكون كان قريب او قريب نوعا ما من الواي فاي يمكن يوصل مثلا. ف عن طريق wireless يقدر يسنفر بالداتا بتاعه. قلنا احنا حناخده لاب في موضوع هذا اللي هو كيف دير سنفر في switched LAN environment. بدير ارت سبوفينج بس تبدا تذكرها فلوس ثرو يو
flows through the attack screen. This is the sniffing recorder. تمام، قلنا في two types of sniffing، في active sniffing وفي passive sniffing. Active sniffing يعني أنت بتقوم بشيء قبل the recording the data. في passive sniffing the recording the data على طول. Passive sniffing يصير في العادة في hub LAN environment، يعني في الداتا تمشي في جميع directions by default براحتك. لكن في active sniffing بنغير بنضطر ندير حاجة زي ار سبوفينج باش يجيني سنيفينج، يعني يجيني داتا باك تخطب مني باش نقدر ندير ريكوردينج ونشوف منها عشان نحصل منها. تمام، في اكسس سنيفينج اكتف سنيفينج وود ادرس ريزولوشن بروتوكولز اتاك ستامبر وود سويتشز كونتنت ادريسبل ميموري تيبلز اي ار تيبلز. By doing so, the intercept data from the switch redirects legitimate traffic to alternate ports. Other sniffing techniques include spoofing, DNS, DHCP, and PPPoE. طبعا يمكن دير سنيفينج لداتا DNS data, DNS requests, خاصة جميع الدومين requests لمطلوبات النتورك, domain resolution requests, وفي DHCP تحصل جميع الIP addresses وال MAC addresses و host names. Triple POE حتحصل حتى use names و passwords على حسب الباتر authentication protocol spoofing is a type of cyber crime where attackers impersonate other users and users disguising themselves as ordinary users to deceive the target to believe the authenticity of the source of information. يعني spoofing مازال step تاني بعد sniffing انها زاد دار اكشن، حاول مثلا يبان انك كسيرفر معين او كشخص معين باش يتوه الشخص او يحصل منه معلومات ويدير الابلكيشن او حاجه. This method employed by hackers is a variation of operating system hacking to steal sensitive data, exploit compromised computers, launch denial of service attacks and more. Types of spoofing: هنا في email spoofing, priority spoofing, text message spoofing, البرمجة سبوفين وهكذا. في عدة أنواع من سبوفين كلنا رأيناهم، هذه ليست من نفس الأنواع. إكستنشن سبوفين أمس راح مني إكستنشن سبوفين هذا لما تكتب مثلا بي دي اف تزيد دوت اي اكس اي عرفوا هو اي اكس اي لكن على أساس مرات يبان بي دي اف هذا إكستنشن سبوفين. ديفرنت بين سنفين سبوفين زي ما قلت سنفين انكلودز اتاك دايركت انفولفمنت تارجت انترسبت ترافيك to listen for and read unencrypted data actively. On the other hand, spoofing attacks are man-in-the-middle attacks in which the attacker impersonates another person. يعني انت في البداية بدأت sniffing بعدين spoofing one step further. Man-in-the-middle attacks. Okay, protection against sniffing and spoofing. Sniffing, install antivirus software, install VPN, use VPN or Tor network or any networks. Do not visit unencrypted sites. Do not share Wi-Fi and do not use any unencrypted apps to exchange messages. Against spoofing, provide packet-filtering firewalls, authenticate systems and users, use software that detects spoofing, and verify the authenticity of the sources. R-Poisoning, WP Lab, Low Address Resolution Protocol, a stateless protocol used for resolving IP addresses to machine MAC addresses and MAC one hop بنوصل الجهاز في سويتش انفايرمنت عندي الـ IP address بتاعي بحصل الماك address بتاعي عندي R query all network devices that need to communicate on the network broadcast R queries in the system to find out other machines MAC addresses. R poisoning is also known as R spoofing. نفس الشيء كنت انا R packets can be forged to send data to the attacker to the attacker's machine. يعني نقدر نزور الـ R packets هما بس نغير الار تيبل في الاجهزه اللي جنبي ونخلي الداتا تكتب 100% بس اكثر لارج نمبر فورج ار ريكوست اند اكس اوفرلود سويتش. فالاتاكر بيدير عدد كبير من كويريز عدد كبير من باكتس بس يدير اوفرلود من السويتش بيشتغل الار تيبل المتحكم فيها هو. السويتش is set in forwarding mode. After the ار تيبل is flooded with booked ار responses, the attackers can sniff all network packets. Attackers flood a target computer ARP cache with forged messages. خلاص الموضوع. The man in the middle attack abbreviated MITM protocol implies an active attack where the adversary impersonates the user by creating a connection between the victims
and sends messages between them. In this case, the victim thinks that they are communicating. The victims think that they are communicating with each other, but in reality, the malicious actor controls the communication. And between victims, you can server, computer, between computers, man. So if you have to control the hacker, you can control the hacker. بالعكس فهو اللي في الواقع هو اللي يتحكم بالداتا شنين اللي يغير فيها وكيف فهم ما عشان تبغوا يتكلموا مع بعض فين مجموعة مصور التوس في السنة سبوفين سيمبورن دي واير شارك ارك سبوف اتركاب اسسل ستريب بيرب سويت اند ماك تشينج هذا هو اللي بنديره فيه ده بس الحضور فوق طيب عشت مصر فنبقوا نديروا تراي هاك مي لا اوكي تراي هاك مي ليرتو لا بس ما ليرتو طبعا ساعة كل يوم الساعة بتاعك شيء December صار اوكي فبتكتب تراي هاك مي لير 2 تجي اول ريزلت اول ريزلت تفتح سكيورتي سيتيز داكن زي انا مش مدير اي حاجة انا بندير لوجين زي المرة اللي فاتت انا مسلوب نعطيه اسمك كبير نعطيه ايميل نمبر ايميل ندير ادير اي بيت مش موجود نسجل يسأل يقول أنا هديه مع فاشن هو أي اسم مش مهم دي لك حاجة بعد الصامة ده كله هو اللي يدير على نفس الأمر الثاني يدي راح تنهات بدن يجوين له شوية بس لا هو بالنسبة للعبة هو الوقت مش حيسد بس كاملة كل ساعة تمام فاحنا حنحاول نديره قداش ما نقدر قبل يكمل علينا الوقت وبعدين اللي يزيد يكمل فيه بتخش عن طريق اوبن في بي ان يعطيك هو كيف تخش عن طريق اوبن في بي ان ما يسكرش عليك بعدها تصور نعم مصور يسجل ايه الكاميرا ما هو الكاميرا أرى بتعطر الفيديو يمكن يقعد الأسبوع الجاي بشينزل لا قصدي لما أركز معك بعد حتى نقرأ السيرس أنا بيك تركز معي أحسن حتى أنا أصلا في شكل كاملة كلها في ساعة لأن هو طويل شوية ومش مصمم من التمع في ساعة موضوع الساعة موضوع فلوس خلاص هو شنو الفكرة من اللعبة؟ الفكرة متاعها إذا مشوف فيه مكتوب على Layer 2 Mac Floating in Arch Spoofing كويس كويس نستعمل عدة Tools منها Wireshark و
واجد حاجات اللي لها علاقه باللي تكلمنا عليها تو. اوكي نجي نقول ستارت اتاك بوكس يعني هي انت والدول هو بس ماشين زوز ماشين زي ما رفعت زوز ماشين زي ماشين كل شيء ماشين تاني بالست وماشين هي اللي بنستعملها في هي اللي خاشة على نتورك يعني زي ما تقول سكسسفلي فلتريتد واحدة من نتورك لقيت جهاز حطيت فيه كيف نتحكم فيه تو عندي عليه ستش اكسس جيت انا مكان تاني حوش ولا بصير وين خشيت عليه بالستش وتو الميزة نكتشف شنو فيه في نتورك مثلا حيكونوا فيه مجموعة اسئلة يعني. دبلو دولا من كل واحد تطلع لي في هذا الستار شيء من المدير في شارع الدور سنقول طبعا يحتاج وقت عشان كبير مش بدر اوكي فعندي ال مش عندي اوكي بس نبي ندير انا نبي عندي طبعا جاء يوزر نيم وباسورد واي بي ادريس اوكي ممكن بس نبي نفس الكوماند هو ما يساعدك في موضوع كوبي بيست يبيك تكتب براحتك هذا مجرد ما خليكش دير ريس دير فيها براحتك يس هو معنى اوف شورت فور اوبشن في هلبة حاجات يبدو في الاوف ليش معنى طبعا يعطل هلبة في التراي هاك ما يديرش كنترول سي استنى يكتبون لا في سكريبت يعني كان بيقول له يطول فاين يطول شنو يطول فاين وحيطلب منك باسل فهي تمام بدي سد السودات انا قالت عندي روت اكسس من الاول جهاز هو فبدي طويل جدا طبعا تكتب هو يجمع تقعد يستناك حتى تابع ولما يتم كمان قبل يتم انت عايز تيجي تشوف هذه ايه نص بالفشل
في هاش ذات في هياتي تكبر انت هذا اللي تبحث فيه لا هذه تقدر تحفل في الكمبيوتر بتاعك وما تبدأش تمشي ترمن ترمن ان تديرها ممكن مرة ولا ديرها فول سكرين في فول سكرين لكن فيش حاجة صايرة بنكتب بيها طول أول ما نحس نفس تمام أو متاع تمتوه تقول شروع تديرها طول سبت سب وانا سب تو لا لا ممكن هي أصلا كيف بتخدمها تاني استنى ونص الوقت تستنى تستنى فقط بام من هنا اوكي ادمن باسورد هو نفس الباسورد بتاعك اللي كنت اصلا عندك سوبر باكسس اوكي طب احنا روت ات ايه السلام بعد قال لك اعطيني الاي بي ادس بتاعك شنو رسالة الاي بي اللي بتاعي 12 قصدي مش ملاش علاقة بلاك ريفكس سي دي ار ريفكس سلاش 24 عمي لايف هو ستار دي فتوب تستعمل إنما دير داش اس ان داش دير بورت سكان بينك سكان سريع على سنتها اللوكالي نلاف دواني طبعا هو تريك كويشن شويه ما قالكش هاوني لايف هوس يعني هاوني اذر لايف هوس بنحي روحك منها تمام فانا ايف في بوب الاليس معناها عدد هوس طبعا دي ما هيك في الكريبتوغرافي والسكيورتي هيك ديما بوب واليس طبيعيين يقعدوا مع بعض ايه في بيختار تستمع عرفها تمام فا وات ذا هوس نيم اوف ذا فيرست هوس لوست اي بي سؤال اليس هذه جيتها ما هنا عطيق المابس كان البينكس كان فقط بقعد فقط زيستواني اوكي اللي بعدها بس نسبة اسنفها فهذه عندي الموديل اللي صاير هو حاليا عندي بوب واليس وايف وانا مخترق ايف تمام هذا سويتش في ثلاثة بورتات انا مخترق ايف حاليا ايف يعني في بابا أرس نعم في تاس تستين أرس بابا وخلنا نبدأ ندير تي سي بي بام أدم أوكي تي سي بي أدم دوس آي تي 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 سي بي أدم بيعطيني جميع الحاجات الشفافة على الانترفيس هي نحددها عشان أطلع الانترفيس بيوريني شنو كتب فيها فأنا إيش ما فهم يبنقوا في بعض خلاص بوب يبعث لي إيف إيف تبعث لي بوب اللي هو أنا إيف وهكذا هو السؤال شنو بالضبط السؤال هل تشوف فيه ترافيك شوف فيه ترافيك من اللي يبعث لي إيف إيف يبعث لها بوب السلام شنو هم نوع الباكتس سي ام بي تو يبي السايز بتاع الداتا سكشن تو بدير حاجة تانية شنو بدير تلقط ال تي سي بي دمب تحطها في بي بي كاب بتجيبها من سيرفر بالجهاز بتاع الهاكر بتولع وايا شر بتقرا عليه احسن يعني لما تقدر تدير بربوس اكتر طلع باكتس اكتر تكتب يعني يهمني ديرة في فارغ أنا أعطيه الأرض نسمعها داش عايز نقول داش دبلي فور رايت نقول حطه مثلا زي في نفس المكان داش تمس داش تي سي بي
1 بالبيتا خلينا بالارقام. تمام انت الكوماند كتبتها وتوا بيقعد لسننج. نخلوه لسننج شويه ويمكن يقول قداش. خليه فور منت لان هذا لاعب مرات هم يستنوك تبدا بشيء بده يبعث في الحجز هيك مرات بتمشي زي ما كنت بين كون زي ماينس 8 زيد البربوس زي ريفز فور مور بربوس اوت بيت ذا برنت ايتش باكيت ان اسكي فور ما تدير هيك مور بربوس زي الفيفا هذا بالبرمجه ثانيه شو هنا هي تقول كده هاي احنا جبنا هي توا انت بتبي تفتح ترمينال اللي جنبها دي كنترول شيفت تي من الكمبيوتر هنا اللي هو الهاكر اللي هو بعيد مش غالي بالضبط. فبندير بنستعمل كمان اسمها سي بي اللي هو كوبي اوفر السيتش بدير كوبي على السيتش السيتش بيفتح السيتش كونكشن بدير كوبي ب عم يمشي السي بي لا لان هذا كمبيوتر ثاني فبالسنتكس هي مفيد جدا الموضوع ما تستعمله في حاجه ثانيه تسموه تي سي بي هو نفسه تي سي بي 1 تي بي 1 ولا تي سي بي سميته تي سي بي 1 دوت بي كاب وتعطيه البت هي معناها انت وين تبي يعني بيك البات اللي فيه تو نقول له انت يبي الباسورد بتاع الكمبيوتر الثاني لير 2 مثلا ما عنديش بس استنى البس نسلو شوية الموضوع عشان لا صغير جدا هي غير الأجهزة بتاعها فري يعني. تمام 100-190 كيلو بايت دي دي ريدس عندي بلو عندي ملف اسمه تي سي بي 1 ونسير ولا أول شيء أقول أعطي شوف تي سي بي 1 شوف أكثر يورا قوي كي عادي هذا كالي لينكس نفسه الماشين هاي تمام انا تو عندي ما فحاجه واحده هو قال لك الباكتس الماشين من بوب لي ايف نوع اي سي ام بي كم حجم ثاني فول سكرين شويه من بوب لي ايف بوب 2 وايف هنا اللي هو 66 فأجي تشوف هنا في عندك 666 بايت هذه الاس اس دي نفسها وهذه كلها 908 بايت وجرب واحدة منهم 100% اللي بعد سنيفينج وايلد ماك فلودينج unfortunately we weren't able to capture any interesting graphics so far however we're not going to give up So, how can we capture more rhythmic traffic? As mentioned in the room description, we could try to launch a MAC flooding attack against the L2 switch. Beware, MAC flooding could trigger an alarm in SOC. In a SOC. No, seriously, suspicious layer 2 traffic can easily be detected and reported by state-of-the-art and properly configured network devices. Even worse, your network port will even get blocked by the, net, by the network device altogether. Unplugged powerful. Rendering the machine locked out of the network in case of production services or unknown production traffic being routed through that network connection. This could even result in effective denial of service. However, if we're successful, we resort to fail open mode and temporarily operate similarly to a network hub. Forwarding all received frames to every connected port, aside from the port the traffic originated from. Okay, let's see if there's any questions. What kind of packets is Alice continuously sending to Bob? What size are they? Okay. لكن يبي نديرها ونين داير الماك فلودين في نفس الوقت. فندير ماك فلودين اتاك وبندير سنفين. قال دير سنفين لل زي بكي بالضبط غير الفايل تاني وابدا الماك اتاك فيه خلينا نجرب الماك فولدنج شو يدير فعليا؟ يدير في الفلودنج للسويتش بباكتس لين يخليه يبدا يبعد لجميع
يقول في النهاية يقول يكتب زي الهب بالضبط بحيث أن يعبيها كلهم يصير يصير فين سيف مود هاي اللي توكسيك الكلمة ولا يخش كان احنا سكسسفل سويتش يخش في مود تاني مش يقعد يخدم اسمه فيل اوبن مود وحيخدم زي نتورك زي الهب تمبرالي حيخدم زي الهب وبيبعد كل شيء لكل مكان بهذا هذا المايك فولدنج يمشي يعني مع هذا السوشيال ولا في نوعية يوقف؟ في نوعية يوقف لحسب انت الكونجرس بتاعك مع السويتش وفي بعض انواع السوشيال يكون دقيق كفايه حتى يظبط المايك فولدنج وعلى فكره حاجه غريبه وعلى فكره اتاك هو قديم بكره ممكن 290 عليه كده يعرف يتعامل معاه فخلينا نديروا مايك فولدنج نديرو شو البرنامج اللي يكون نعم البرنامج اللي يكون ماكوف هذا التطبيق الانترفيس فقط يعني بندير نعم في الانترفيس في اللي بيبعت عليه ايوه هذا هو الانترفيس بندير منه هذا الاسم فقط يعني كل فايل اللي هو هذا فتوى نبدأ في الاسم فتوى نبدأ نفتح كونكشن تاني يعني نبدأ صوص ترمينال نبدأ ترمينال بخزن منها وترمينال بميلة تاني فندخل الباس التاني ليكتو قول لما كوف ليش عايز اوكي ما كوف ليش عايز تليفون انتر يبي كروت في حاجات ضروري تقولوا بس ديرها في تبدو تمام بعد ما ماكوف يشتغل في هنا ونسجل في باكس نفس الوقت تمام تو سويتش از بين فلودد هيك اصبر 30 ثانية بعدين سكر وتو بيبعت داتا وفي هلبة زحمة وفي كبير زي ما تقول هو يدر فيك تبحث في وشاك في هلبة باكتس في هلبة باكتس وشاك بيزنس بالضبط الساعة الفترة خلاص في هلبة السورس دي معقد شوية استمعها لكن إنه هو ذاك التي تانية هو ذاك يا ذاك مش شيء سوش هذا كل ما داتا من نفس الاي بي صفر راندوم راندوم اي بي راندوم ماك ادريس استنى بلاير 2 يعني لكن تقول لي راندوم اي بي حتى فتو انا عندي الفايل هو بنفتح يت انذر تيرمينال اللي بنقول بنكوبي الكوماند داتا طبعا راح زحمه فنبي يكتب خلاص بس مش هتكون شيء يمكن تمشي تلك المزل شيء فأنا نبي نسميه CP2 هو سميته CP2 أصلا فبنكتب الباسورد المرة الأولى نستنى هذا فتوه نزلنا 2940 كيلو بايت أكبر من الأول قلت حاجة بدأتها هنا في الأخير هذه معناها الديركتوري اللي هنا فيه انت بتاخذ كوبي من سيرفر وتبي تحطه في مكان هذه ما توفر عليك من فيك مكتبة سلاش مش عارف
فطبعا هنا نبدا ندير واشر ونعطيه تيسكيت نستمر تيسكيتو هذي ايوه ما في البدايه ما كانش اتاك ولا بعدين ولا على اتاك شفت اوله فيها هلبا ايبيات غريبه وماكات غريبه راندوم دي كلها زحمة عندي تموت حاجات غريبة خلاص عشان يبعثوا ممكن هذر مش عارف شنو المهم أنا مدورش في هذا كله عندي سؤال معين عشان هي الباكتس اللي آلس تبع فيها البوب احنا نعرف ان آلس هي دوت ون لكن ايش هي هنا بنجي نكتب IP address فمن أليس لبوب قالوا لا أليس انتبعت لبوب تبعت في ICMP طبعا فهي كيف شكلها في ICMP كده كده حجمها هي ايه بيش نهو عايزي كيف الحجم انت ضيفة شو صاير الحجم حجم 1337 من دمج لاتات انتو جارت كوب as you may have noticed mac flooding can be considered a real noisy technique in order to reduce the risk of detection and endos we will leave mac off asset طبعا في حد صارت منكم الطهاش في الاول كنت نقدر نشوف البينج بالايف انا ايف دوري تقدر تشوف البينج بين اليس وبوب معناها mac flooding في جنب ليف نزلها صح ولا in order to reduce the risk of detection and dose, we will leave Markov aside for now. Instead, we are going to perform so-called ARP cache poisoning attacks against Alice and Bob in an attempt to become a fully fledged man in the middle attack. يعني ما شو لنا سنفين كانت active سنفين توه سبوفين حتى لو لا ما فات المهم for a deeper understanding of this technique, read the Wikipedia article on ARP spoofing. يعني فدينا توه slides. Too long didn't read. An attacker sends spoofed ARP messages to associate attacker's MAC address with the IP address of another host. Come on, see, we couldn't get more of it. Vamos. I'm going to die off. Can intercap establish connection. Let's see. Gal, like, how are there messages and controls available to detect and prevent such attacks? In the current scenario, both hosts are running an ARP implementation that takes pains to validate incoming ARP replies. تمام هو الARP بتاع validated في على validation. Okay, without further ado, we are using Ethercap to launch the ARP spoofing attack against Alice and Bob. Let's see how they react. Okay, فأنا خنجي لواحد من الروت. ما أدير لك ليه خلينا نشوف شيء هنا. اتركاب عندي من قبل اتركاب فيه العديد من الفيتشس لكن يمشي حتى في عارف كوفر بالكوماندا وعارف كيف تشوف هل نقدر نحصله من the middle between Alice and Bob كيف بدين من 2001 اوكي فبنشوفوا هنا شن صاير هذا كلهم بين بوب وانا حتى الان الفكرة انت تبي تشوف هل نقدر نشوف حاجة بين أليس وبوب بالطريقة هذه بالعكلاك هواء او لا أليس الابي بتاعها نهايتها واحد بوب اثنين في هنا
لكن الصفر هي اظن معناها ما فيش كيف محصوش كيف كل متبادل بين هو في واحده ست بيني بوب وآلس لكن صفر كتب بجنب تقريبا معناها ما يقدرش يقرا ما ادري هذا بده في لسن انجلند على قال حاجه ايه مش حيصير شيء يعني طبعا دايره قبل فحنقول انا لكن انت تشوف ان في طرق الفكره اللي يبي يفهمك ان في طرق توقف بها الار بويزنينج هو يستعمل حاجه اسمها ار فاليديشن ار فاليديشن باك ار باكيت فاليديشن اوكي وانا كوريكت انسر would you expect a different result when attacking host without ار باكيت فاليديشن enabled شو رايك؟ كان ما فيش ار فاليديشن يخدم اتاك هو كده يخدم ما يخدمش فقط لأنه في ار فاليديشن اوكي وندير سنفنج ما عندي مدل اتاك نوع تاني in this somewhat altered scenario Alice and Bob are running a different OS Ubuntu with its default ARP implementation and no protective controls on their machines. As in the previous task, try to establish a man in the middle using Ethercap and see if Ubuntu by default is falling prey to it. But I'm Ubuntu now. You've been in push enough IP or في ماشين تانية بطمة تانية for user can only deploy two at a time terminate the instance in the free attack box first yes هذه كلها تفاهم مع بعض terminate machine وهذا مثلا ما يعد معاه مرات شد معاه لكن معاش ترس يرفز دعمه بايك استاذ في 1 hour هذا يعني كمية الساعة متاعك في الحمرة دي تأكسس نحن نسيب ايه تأكل دورة تأكل بيلروس استاذ تأكل أنا أفتح عليها من جديد بنفسها ونمشي من الـ Step 7 Task 7 Do join for free مرة تانية لا لا بنمشي للتاسك 7 ان شاء الله
الزبده. قصدي كده يبوك غير جوك تسرح كاركة بس هذا تاك بوكس خص قال لك SSH with the same credentials قال لك الـ IP نفس الـ IP زي ما ممكن هذا شو فرق عندهم النتورك جديدة أوكي زي ما كان لازم يكسنس على نفس الاسم كده نتورك جديدة مش عارف هاي كتير نفس الاسم اي بي جديد يمكن هي دي المترس ستارت ماشين تطلع لك الاي بي بتاع الماشين جديدة انت بدي تستارت ان شاء الله يطلع اي بي موضع عرفت سكرولي ترون خليني ديرك يا رب أول ديرك كويس صرنا ساعة تانية عكس لح لا ومش صعب لما بتجربه لكن كده حدا تخبط في البحث في حاجات تعديلها أكثر من مرة بس تأكد أوكي Okay, scan the network on Ethernet 1. Who's there? Enter their IP addresses in ascending order. Their comma separated lists of IP addresses. The network is like this. I'm going to ping scan and show you. I'm going to show you. ممكن كلام نشوف ما يمكن يبين ندير بورت سكان ولا حاجه زي كذا او ار سكان او زي اول حاجه خلينا نديرو السو داش طبعا داش فقط تعدل في الهوم دايركتوري دير كلير نجي هنا خلينا نديرو الماب طبعا اول حاجه خلينا نشوف الحين الاي بي ادرس تاعنا قال لي ايثرنت زيرو ممكن في يعني ممكن في اكثر من واحد معرفش في دوكر في حاجات هب اسمها ايثرنت 1 ايثرنت زيرو فيها اي بي وهكذا نص الصفر يعني بمعنى الانترفيس الثاني المجال الثاني في هنا فيرتشوال انترفيس في لوب باك ما استغرب دي تقدر تفسر هنا تقول لا يتمت لهم هنا اوكي 12.66 نفس الاي بي الاول اوكي فا سنجي ندير ديزر الماب تنك سكان على 66.0/24 نفس الاي بي الاول 12.0 تايبو نص الزيرو
اوكي عندنا اليس 12 10. اوكي غير اي بي ات قاعد نفس الجو، اليس 10 بوب 20 ونست 60. طبعا هنا ايش قال لي؟ ما قاليش ايلس ولا ما قاليش اذر ذا نيو ولا حاجه، انا اكتب لك خلاص افكتيف 12 10. بعد 12 20 12 60 اظن قصده حتى انا يبيني نكتب له شكله يبيني. يا سلام بقى which machine has a, an open well known port. بوب عنده وارس ما عندهاش، بوب عنده 80 مفتوح معناها بوب يبي ال which machine باي اي بي ادرس اللي هو بوب 20 دوت 12 دوت 20. بوب مرتها شنو هو البورت 80. can you access the content behind the service from the current position كده قصد على السيرفس هي. عندي كور رسالة اعطيني 12 20. أبورت منين؟ نو أوت هيدر ريسيفت. شو معناها؟ نقول يا ولا نو؟ نو أوت هيدر هو السيرفر رد علي قال لي أنت ما بعتليش أوثنتيكيشن. معناها هل بتقدر أكسس؟ نقول يس يو. ولو أخذت أوثنتيكيشن معناها تقدر تشوفها هاي؟ يس. والله هي يس يا نو، كان مش يس نو. هي طبعاً يعني كأكسس أنا عندي أكسس. بورت أوبن. لكن ما عنديش اكسس كان يقدر نوصل يعني هو قال لك ذا كونتنت بيهايند فتبي تركز حتى على الانجليزي بتاع الموضوع نفسه اللغه بتاعها. كان يو سي اني مينينفول ترافيك تو اور فروم ذات بورت سنيفينج اون يور انترفيس ايثرنت اون انترفيس ايثرنت اون لكن هل يبيني يدير يبيني يدير اب ولا تاكل؟ لا بس هسه بس نفهم معنا بدك تسبيد دم سبيد دم داش اي ايترنت 1 بسم الله استنى تو انا قالك باسف سنفهم يعني ما ندير شيء نستنى ونشوف ونقول له بعدين هل شبحت حاجه ولا لا بدك تستنى ما قاليش قداش استنى هنا 10 20 اذا ليش بيكون كده بيك استنى ساعة اذا كان اعطيه تم الوقت 50 تروها ولا نشوف 50 ثانية هلا دوني حاجة يبدا نايم خلاص تم يكتب له نايم من توك انا لازم نستنى وما قالش حاجة إن شكله متاع سريع. مية مية فيش فيك مستنيت كيف؟ في هند سو أنا قال كمان فيك نسيت. لك تبي مور فور بوس نازي بيات. بعد تو أبدأ نفس السبوف المتاع. As in the previous task. Can you do you see interest in traffic? التطبيق ستاك نسيتها هنا اللي هو بتاع الايتركاب قالوا هنا النتورك هي ما فيهاش بلاش هادو اوبونتو ولا فلذلك خلينا نستعمل الايتركاب داش تي داش اي ايترنت 1 داش ام ار اللي هو بشوف نتاك استخدام الايتركاب نشوفه هل ناخذ معلومات ولا ما في شيء في حاجات ترى ايش صار شكله شاده في مندل حتى يا سلام تو الترافيك من 10 ل 20 يعني بنقول هي انترستنج صراحه شو رايكم انتم؟
يعني هل تشوف في حاجة أنت استعمل لها هو ترافيك الآلس تستعمل في الويب سيرفر تاع بوب على بورت 80 خزين أنت استعمل ولا نقول إيس 100 طلعت صح قال لي أنت استعمل هو حصلنا يعني هنا هما ديفولت يكون سيستمز ما فيهمش ار فاليديشن زي نقول هون بالله تاك ما عنده من تاك بالله فانا نتفرج تو على جميع الداتا بتاعي يقدر يتخزنها ونشوف بلوار شاك شوف شنو كم واحد بالضبط انا ما لاني قال لي هو يوزنج ذا سيرفيس ادرس 20 اي بي ادرس لا ال 20 اي بي ادرس وعلى البورت 80 عندها ويب سيرفر وآلس متصلة به من راندوم بورت شفتها كيف مش تعرف ان هذه اوت جوين وهذه رد عليها تي سي بي كونكشن فقال لك قلت انا هذه آلس قال لي صح قال شنو الهوست نيم ذا ريكوستر بين سنت تو ذا هوست نيم نعود للماب اتاك الماب بس كان دور The requests are being sent to. هما كده ماشيين من أليس لباب. كتب لباب خلاص. هو علاش كتب لي خسرته فورمات. لا تحروف عن حاجة ولا تحروف. Which file is being requested? هذا يبين نشوف الوير شارك لا. لا قبل الهوست نيم. ما الزوز في واحدة هيك. ما الهوست نيم شفتك كاتبة. يمكن واسنين كأنه دومين كأنه سبليمين سبليمين ويبيني نشوف من عنا نستعمل وير شارك مش نعرف شنو الفايل اللي بين ريكوستي فأنا شو الـ URL نعم شو الـ URL اللي كاتبه شكله زي دومين فبنعود لتاك مرة ثانية باهي خلي الفكرة تبحث أسرع مرة هيا وبتخزن من جهة ثانية This is admin. تفتح تعمل واحد تاني ولكن هنشوف حاجة حصلنا الواحد من غير واير شارك شلت الامور هذيك فيه سمبل اتش تي بي اوكي 200 ريكوست شنو الفايل بين ريكوستد اهو اهو اسمع www.server.bob والفايل test.txt مش لازم هون متذكر text is in the file. ما أنا بنوله في مرة تانية بنوله لتاك. شوف على فكرة حتى الباسورد تاعت أنا ما نبيه لتاك. إذا خاش بيوزنيم admin password secret pass. كيف نقوله
دي كانت قصدت دي الاكسس على الميكي تول، لكن احنا تو حاليا نبدي نقرا بالباكتس اللي دلتر بسيط. فنبدي انا هنا وين واي شارك وين نبدي اس بي ادمن ات 10 10 50 0. بصراحة طب المكان صح الكلام يعني غير المكان مسج فايل فهو ما سيبناه هنا سيبناه هنا سلاش روت سلاش تي سي بي 3 ما هي مشكلة خليه كوبي تي سي بي 3 سلاش تمب سلاش سيستم خلاص هو جميل من الأخير هذي تتخلصه تمام 7 ميجا بايت ثانية 12 كيلو بايت نشوف وايرفر تي سي بي داتا Hypertext Transfer Protocol. Get HTML, authorization, credentials. لا ما حصلناش فايل نفسه هذا لما ماشي من آلس لبوب ولا من آلس لبوب يعني نقول رد هو من بوب لآلس هو اللي فصله يكون. يمكن هو تكسبلين. Line base text data, one line, okay. Well, data 3 bytes. لما هذا هو. Okay, then. ممكن هذي يا لا. نعم. جربوا خلاص هذا ما في مالية. Okay, session. والتكست هو حرفين اوكي خلاص يا سلام وات كريدنشلز بين يوز قلت هي ما فيش اسمها ايش بحفظ اصلا هذا من سيكريت باس هو بعتها في ريكوست في اتش تي بي ريكوست اهو ابلكيشن اهو في آر يا سلام
Okay, now stop the attack by pressing Q. I'm gonna attack you. Get the text, very much. Okay. And the attack, we'll go ahead. Start the attack by pressing Q. What is Ethercap doing in order to leave the man in the middle attack? كان مطوية ثلاثة حروف أكثر. Free arc in the victim. ماشي صار مرة ثانية. السؤال قال لك تو وقف الاتاك فاهم، بعدين قال لك اتركاب شنو يدير باش يطلع من البوزيشن تاع مان ذا ميدل اتاك بيسكولي ويدير اندور البويزن تاعها. انا اظني ان كلمه ان ار بويزن، لا ار بويزن ديكتري. وشوف انت شو كاتب لي هنا، داير لي ان كلمه طويله بعدين ثلاث حروف حرفين. دير وين؟ ذا سكند لاين second last line display before pressing Q after pressing Q. السطر قبل الاخير من غير النقطه الثانيه قبل الاخير. هو عارف قلت لك يا ابني دوكت من غير النقطه، لكن انا قصدي حساب النقطات اللي كتبوا فيهم انا بالضبط حجم ال can you access the content behind that service now using the obtained credentials. سام ريكورد معناها لا فيش غير خذ سام ريكورد وتعطيه ايوه بعد من يمي اعطانا حتى كمان سام كنك عاد كورد انشيو بعدين تعطيه ال يوزر باسورد وبعدين بنك ايه كورد انشيو الطريقة هذه دابا سيكريت باس بعدين اتش تي بي 192.168.12.10.20 بورت 80 السلام directory listening for simple Python. في عندنا زوز فايل على تيست تدي يصير ستان ياي. What is the user the text flag flag او معنا نجي ندير ل اسمها slash user the text نزل لي صح لا ايه هذا الفلاج هو سنفن اور كريدز في التكست فايل يوزر ذا تكست هو اللي فصل الفلاج بتاع يعني هذا الكونتنت بتاع الفايل ولا كونتنت فايل نزلت الفايل لقيت مش انا سنفت تست التكست بعدين لما حصلت كريدز خشيت لقيت فيه فلاج ثاني اسمه يوزر تكست ترى هو فصل الفلاج حطه هنا. We should also have seen some rather questionable kind of traffic. What kind of remote access shell does Alex have on her server? بعد شاف سيرفر هذا شو صار؟ قال لك في حاجة شفتها questionable شوية. شن هي remote access shell اللي Alex عندها في سيرفر؟ فأنا ما شفت شيء بصراحة. هذه كده صارت بكري مع كده قطناها مع الورشة. قال لك Alex have on her server on that server server معناها ما server server هو بوب ولا هم بنكتب السورس هو
اللي هو سورس حفظها بشمهندس هي اكيد بي سورس فقط هي كيبس اون ذا سيرفر بنبنى فوق البورتس كلهم بالاهمية معنا الأول كلهم بورت 80 بورت 80 بورت 80 واللي يبيني نبحث مرة ثانية سامع كنتوا 80 بلاكس كل شيء تبي قالت ريموت شيل معناها مش شيء تبي فمعناها نبحث مرة ثانية ولا أنا the type of connection you want to catch a compromising host allowing you to execute command by calling back to your listener. هو وبعند السيتي بي قال لك شل عرف ايه سميه عرف ايه رفرنس هذي بوش ثيرس عرف ريفرس شو اسمه بيكون ريفرس اس تي بي اس ولا ريفرس بي اس تي بي اس الناس روح نعم تتعرف كونكشن وانت كات كومبرمايز نوس اداو
وانا اعرف انه نوع من البيلود او نوع من المالور لك يشيل الاسم اللي يكبير ما عاش عرفته ريفيرس شيل ولكن ما تكادش الاسم الأولى كلمة ريفيرس هي الثانية لكن مش كلمة شيل كلمة فيها خمسة حروف شيل خمسة حروف ريفيرس شيل أربعة دبل هي عارفها من بكري لكن لما اسم فيها الاسم هي نفس الحاجة اوكي what commands are being executed as the order they are being executed قصدي يبيني نعرف الريفيرس شيل شو نفسها شو نفسها الجراف عندك شو الكوماندز اللي قاعدين نحطهم من الواقع كوما فصل ما نرجع ندير من عند ميدل اتاك مرة ثانية طويل اللي دار بقى بصراحة عندي مزاد ثلاثة لبات اليوم شوف انت ما لقيتش علبة بس لقيت حوالي ثلاثة أو أربعة هو بثلاثة شنو؟ لكن ما لقيت حاجة لقدام ما شفتش أي حاجة كان معايا الانجاز لأن هما بس ويتش كوماند بيها يصير يعني ما شفتش في شيء خلينا نشوف اللي انت ويتش ذا فايلز ليستد most likely contains the flag, just the file name. I need to do the TXT, then back here. I'm sure. Which file will happen back here? Free? Yeah, free source file. When? No. Let's test the text. I thought the first one, I didn't know the first one.
زوز هما لا أنا مش الأولاد مش نفس اللي في السيرفر اللي هو بوب سيرفر ما عاش عرفت يعني ما بالضبط احنا ما هو الأصل احنا يتوى الزوز دون ما عندنا ذاتك وقبل السنفين لا هو يحكي الأوامر المتنفذة يبي الأوامر المتنفذة في بوب ولا في آلس اي آلس هي اللي عندها شيل في عند بوب عندها ريفرس شيل عند بوب شنو هما الكوماند شو صار مش معروف آلس حسابها كويسة ما بتقلب أبوه عليه يعتبر عالي شكنا بنوقفوه بقى وبنقلوا لأن ما إن الكورد توقف مفتوح. من الجروب ال S S B وشر باش. إن في الإسلام. الجروب هو عشان بس نحاولوا نفلتروا كده قوي بقى نحصلوا الموضوع كده الفلوس هلا فهم دكتور وعشان تسي الجروب كده نشوف اوكي هذا قوي بعدين ايش بفتست التكستيل هذا طبيعيات دوبليكيتس وريترانسميشن وان كويل صح ولا لا؟ لما يبدأ بطيء هبا يستفز جماعة معش بزي أنا كل شيء في بورت مني جيت حاجة بس شل مش محتاج مراوح خلات وقعت التوقع نعم يرفع الطمان يتركه وطفع يبعثها طفع في الإيتركاب نفسه يعني أو عندك الإيتركاب زيته ولا نفس التحذيب سنين نحن داروا عليه تبقى واحد نفسه زادي ولا بالضبط روت روت
باك قطناهم بكري وهي وقفت بعدين فتونا مثلا ريكومندات كيف شكل؟ ليت ثلاث سنين هو امان والله ندوره هنا قلت هو امان نعمل فورس اي فورس نحن سوا فاتتنا قطناهم بكري مش بحنا عاسي فاتتنا بكري هنا ديب سنفر مرة تانية مطلسة اي 2024 عمر اسبحة فورت 5000 اوكي ونريد ندور الحل احنا نعم أنا تو حاليا اقتنعت إن فات الكام ستة رمضان نشوف
هو ماي اسمه كنت هو كديريكتوري بس لكن طبعا هذه فاتتني انا ما اعرفش ما ردش الان سجلت التكست ساكن لقيناهم في واحد من فعاليات الاولاد ما اعرفش احتمال نلقوهم في محل فعاليات الاولاد قاعدين في شوية حاجات تانية. As a pen tester, your first approach would be to try to hack Bob's web server. For the purpose of this room, let's assume it's impossible. Okay. Also, capturing basic auth credentials won't help for a password reuse or similar attacks. So let's advance our ongoing arc poisoning attack into a fully fledged man-in-the-middle attack that includes packet manipulation, analysis packets. Pass through your machine, we can tamper with it. I'm going to go about doing this. Ethercap comes with an if option, dash if flag, that allows you to apply filters in the form of specified ether filtered EF files for the session. These EF files, however, have to be compiled from ether filtered source filtered files using if first. The source code syntax is similar to C code. Keep this task more beginner friendly, we assume it won't matter if Alice detects our manipulation activities. We're only going to manipulate her commands and won't be taking any opposite precautions. يعني احنا مش هندور ان حد اكتشفنا ولا لا, فقط نبغى نغير الكوماندز تبعت في الميريبورد. Which brave command of hers should we volunteer for our audacity? How about yes, who am I of course? Before you copy and paste the filter below, it's best to understand the filter command and its source file syntax. Consult the main page. Take the main ether file filter, which detects معلومات على ether cap. So with their new ether filter code file named who am I, let's see, I see, I'll try to write it for the machine. ليش درت هيك بدير فلتر معين للإتر كاب عشان يغير الكوماند لما يجي يقعد يستنى لنتبع الآرس هو ماي بعدين يغير الحين الثاني أنت كده تري الناس يدير شوف غير اللي هو ماي بكلمة ريفرس شو بس نعم ناخذ بريك إنه هو لكن شيء يوقف خلاص بيتم نشوف هو طبعا هو موضوع زي ما تقول خارج نطاق الكورس هو هي النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة نقطة 8 هي خارج نطاق الكورس نعم كانت تبدأ تلوم زيها لا لا هو بس أول 6 تحل بسهولة السابع فيه مشكلة هذيك في حاجة فاتتنا والثامن مش تبع الكورس هو الثامن تبي تدير فلتر باش يشد الريفرس يبقى الشل بتاع آلس في السيرفر بتاع بوب كل ما تبعت له هو ماي بنغيره بدير الريفرس شل كانها تعاوز بطل تعرف هو فهمت كيف ولا؟ فهذه هي بس فتقدر نقول هي ما مش لازم يديروها في الكورس بتاعك تمام فعندنا مازال 3 لابات ثانية اليوم نقدر نطلع بريك كده كده بس مش منسلاب ديو بوب ديو في لابس ثانيات لا يعني لاب حلو مشين ويندوز 7 مشين بنحاول نديرها تاك درناها مره وبنديروا اليوم وايرلس تاك هيك من ريلا وايرلس نفس لا 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 هنا بتاع احسن الوايرلس فقط ما عندكش مشكلة جو نفس تماما نوع أتاكس بس أتاكس كل شيء جار تاب لي حول طبعا دير لوب الكمبيوتر بتاعك مع انه هو نفس الباس بتاعنا كله يا رب ندير خلاص
لاين اوف دور. تو عندي الدرس الجاي على السوشيال انجينيرنج. اوكي كنا سامعين بالسوشيال انجينيرنج. شنو هو السوشيال انجينيرنج؟ بالدفنيشن السوشيال انجينيرنج هو the art of manipulating people so that they give up confidential information or break standard security practices. تمام. In other words, attempt to control social behavior. يعني بنحاول نتحكم في تصرفات أشخاص معينة لأسباب معينة. في أغلب الأحيان بنحاول نخليهم يعطوني معلومات حساسة أو يطلعوا من الستاندرد بتاع السكيورتي بتاعهم بتاع المؤسسة بتاعهم. عايز خلي معاي يسمع كلام من السكيورتي بتاعي يبدأ يسمع كلام من طريق كنترول السوشيال بيهيفير بتاعهم. بالنسبة للسوشيال انجينيرنج everyone is a potential target. اوكي ونقطة اللي خلاها في راسي ان often easier to serve criminals to manipulate humans than a computer network or system. هذا اكيد. اوكي واحيانا اسهل انك تتحكم بانسان من انك تتحكم ب آلة تخترقها وبعد تتحكم بها. Attacks can be relatively low tech, low cost and easy to execute. الاتاك او الكمبيوتر ساينس سايد او السوشيال انجينيرنج ما هوش فيري كومبلكس ولا صعب الدخول عليه ولا حتى غالي او كبير. ديما زي الزريمين بلايز الموضوع كله له علاقه ب الانديفيدوال نفسه اللي بيديرها كنترول السوشيال بيهيفير بتاعه اكثر من الكمبيوتر ساينس يعني الكمبيوتر سايد. فلذلك الاتاكس سهلين هلبا الموضوع موست اوف ذا وورك ويل بي دان تارجتنج انديفيدوالز هيومنز. تكنولوجي از رابيدلي اكسلريتنج الونج وذ ذا سوفيستيكيشن اوف اتاكس. يعني الاتاكس تبع السوشيال انجينيرنج قاعدين يتطوروا. انا طبعا ما نعرفهمش كلهم نعرف فقط الموست كومن وانز اللي هم يمكن كلنا خاصمين عليهم لكن يمكن فيه طرق ثانيه السوشيال انجينيرنج متطوره هلبا بشكل احنا ما نعرفوهاش ويمكن حتى تاثر فينا. يعني في السوشيال انجينيرنج موضوع كبير شويه ففي ناس يمكن متطوره تقدر تدير السوشيال انجينيرنج احنا يمكن ما نقدرش نكتشفوا انه هو هذا السوشيال انجينيرنج لكن نعرفوا الطرق اللي موجوده اللي موست كومن ونز وباذن الله نقدر نوقفوها. لكن في بعض الامور صعبه انك انت توقف خصوصا انه يكون مركز على رغبه الشخص. بالضبط. يعني مثلا لعبه الاندرويد اللي دروها السي اي اي في تقريبا في 2014 هي انجري بيردز. انجري بيردز صنعتها السي اي اي مش شركه عاديه. صنعتها شركه السي اي اي اشتغلت على بعض الاجهزه كان اساسا الايفون بعد ثاني انتشرت الاندرويد. فحاجه زي هذه تبقى صعبه انك انت توقفها. هناك عجبتها اللعبه يمشي ينزلها عليك خلاص جو. تقصد فليبي بيرد. انجري بيرد لا ما بسمعها بالسي اي اي فليبي بيرد. مش انجري بيرد. انجري بيرد. لا انجري بيرد. كوكا بيتا كامبا. ها كندية صانعة السي اي الشركة اسمها كندية باهي. لكن انت جرب حط نقالة وصل الكمبيوتر عن طريق ال شو اسمه هو السوفتوير الأول مش جديد بتاع سامسونج اللي كان كنت تقدر بيها سكرين مونيتورينج باهي وشغل الاندرويد وشغل اللي مش عارف شغل الجيم ودير مونيتور على الطرف اللي طالع منك انت هتشوف بلاوي هتشوف بلاوي لكن انكريبتد هو انكريبتد لكن اللي طلع منك انت تشبع ان هو طلع حاجات مش موجوده في اصل البرميشن بتاعت الجيم نفسه. يعني البرميشن بتاع الجيم يقول لك انه بتخش على نتورك فقط لكن تلقاه هو خاش على الستورج وكل الملفات بتاعك خاش على الهيدن فولدرز بتاع الاندرويد واخد كل من بعض الحاجات واخد الكونتاكتس. انت كيف قدرت تتبعها؟ لما انت تربط الكمبيوتر مقالك على الكمبيوتر باليو اس بي في سوفت وير اسمه بالضبط القديم مش جديد جدا ما نكون غلطان. سامسونج فلو اب اسمه. يوريك شو صاير في الهاردوير. مش صاير في الهاردوير لا بيشوف لك الداتا اللي طالت لك طبعا في شرط ثاني. ما تخدمش انت الانترنت في التليفون عن طريق الوايرلس. لا ديرها يو اس بي ايثرنت. فهمت عليك. عفوا. USB تثري.
حتى ان الداتا تطلع عن طريق الكمبيوتر وفي داتا فبتطلع اللي انت تعرف شو صاير فيك. فهمت علي. فهذا اللي خلاني نقول كويس حاجات غريبه. لا لا في هلبة حاجات غريبه, في حاجات يمكن مش public حتى الان. تمام. ف most common or most known social engineering في عندي psychological approaches. يعني لما انا نجي لشخص مثلا مثلا نجي لشخص معين وكلمة بطريقة مثلا مدودة شوية نكس ثقته مثلا نجي نقول اعطيني ساعة من جهازك اعطيني فيديو تليفون فيديو مبارك وحاجة زي بعدين انا بيقول جهازه في ايدي يعني انا قدرت psychological approach خلت فيه وخلت جهازه مثلا او صدي اكت معين يمكن انت مش تقدر وكنت تبي مثلا حد خاص من سكيورتي دور خشيت معاه هو خاص مثلا عرفت اذا تروح موظف تصير. نقطة ثانية impersonation تقدر انت دي روحك شخص ثاني صديق لي او معك في العمل او مديرك في العمل او اي حاجة من اجل هاي فانت دي روحك شخص يعرف هو تعرف من قبل و ممكن يعطيه اكسس معين او يعطيه انفورميشن معين انت تبي انفورميشن معين فدي روح شخص معين وبتشوف شو يصير معك يتحصل على المعلومات اللي تبيعها من شخص هو. نقطة ثانية كنا نعرفها اللي هي فيشنج. فيشنج اتاكس كنا نعرفها ان يكذب عليك او يعطيك معلومات مزيفة او اي حاجة من هذا الشيء ممكن في النهاية يوصل فيك يعطيك لينك او يطلب منك انك تدير فعل معين و أكيد هي بيخوفك هي بتنسك عليك هي بيدير فقطة معينة بس يخليك تضغط مثلا على اللينك أو تدير فعل معين بعدين هو بيستفيد يبي يحصل معلومة أو يكون حصل أكسس على السيستم تاعك. غيرها في سبام. سبام إن أنا مثلا اللينك اللي عندي فيها مثلا ضربات معينة ولا أي حاجة زي هي نبعتها مثلا مليون مرة لجميع الإيميلات اللي نعرفها. هوكسز ان انا نبيع لورهم شوي زي مثلا عندي انا امير نيجيري وهكذا ولا اي حاجه عندي قدرت هذا فلوس انا حصلت عليك معلومات خطيره انا اي حاجه زي مو مهم الموضوع متى بدنا نبغوا ناخذ بدنا تشارجي مثلا 2 سنتس بر ايميل ريسيفنج تيك باك فاي حاجه زي هذه تقول لجوجل بدي حاسس فيك مثلا كل فيديو بتفرج عليه بتدفع عليه دولار فاتورة وصلت $1000 مثلا اي واحد زي واحد بتلقاه في دمستر دايفنج. دمستر دايفنج في ناس يمكن يمشوا لل ناس عشان تعب شركات ومصارف وحاجات وياخذوا في ورقه غادي الورقه ويمكن يضمن مانوز او نوتس او حاجات زي هيك فيها يمكن انفورميشن تساعدك في اختراق السيستم تاعك صح بدمستر دايفنج. يمكن في نفس الوقت الثيرما هو يمكن تستعمل الناس اللي يجيبوا في الدمس داتا دمس من الانترنت تو يمكن قريب لي. في نقطة ثانية اسمها تيل جيتنج. تيل جيتنج إن حد يقف وراك يتفرج عليك تكتب الباسورد بتاعك. حتى يطلع لك السوشيال ميديا. عندنا مشكلة ما. نعم. نعم. عندنا مظهر. الناس تقف وراك يتفرج عليك. في شيء دي. نعم. كان عصبي بالتليفون. دي روبر. نعم والله يطالب فكره لا هو متمكن شكله هو بيو يعطيك فرصه لازم يجيب كيلو بيقول لك بس شويه شويه يتصل بك من الحاسب يقرا كمبيوتر صار صار فوق سنتين وتصنيفات وواحد المصارف يقول لي بتاع مختلف جاي واحد على اساس انه هو مهندس قد العدسه الفلانيه وركب كاميرا خاصه بيه وصل لها تتفرج على كل الناس اللي في ليبيا في ليبيا من الستر مش بيقولوا مصر على ايش السبب كاميرا بس بالضبط الباسورد بتاع كل الناس واحد وقدر يخلق بعض بطاقات بتاع كل الناس اسحب ما يزيد على 150 الف دينار من الماكينات لكن حط كريدت كارد كاميرا لا احنا بدنا كريدت كارد بتاع الزبون يعني انت دوما تمشي لمحل معين تروح تحط تسدالك يعني وانا درقت فيك هي فترة نعرفك انت تحط تسدالك فصل عليك البطاقة نمشي نحط التقييم بتاعي ممكن شو الحال شو الاخبار شو مريح ممكن ها البطاقة بتاعي فصل
كانت تتبع شوية ما نعرفه شين يديره نعرفه شين يديره انك بس فيه يديره فاها يديره بعرف تقديك بطفاها كده نعلق تقوه شوية تقوه شين يدير فيه انا هديك واضح مع الكاميرا واحد لا في وحدات درس دائم جديات اي شيء ابن بشيلة قريب نقلع قبل نتأكد لكن صعب تكوبي الكارت نفسه تشبه ديك يا لازم تشبه ديك يا لازم مش كل الماكينة تعب بيه واس بطلع ايه طبرا ماكينات الجديمة زي المجدات الإمارة المجدات في شمشوعة مثلا هم ازماء كانوا سكوب حاسس كيف دو حتى الماكينة في أسلال حسب الماكينة نفسها سيجب تشبه الاسترب انت حظك انا لا ديما منحبش نحطها في ماكينة الاسترب ضروري عرفت بتشب بي واس ضروري تدخل كود بتاعك بروح تعرف في ناس هاك كود واحدين تضربة صار غيرك أنا أرى ديك بعض أنا شخصيا لما مثلا ماشي بالطاقة بتاعي ماشي بقول ما ممكن يقول تلقائيا الكود بتاعك يقول هذا من عليا يا راجل شنو هذا المشكلة حتى تعطيه الكود ايش فين هو حقه المشكلة حتى تعطيه الكود مرات ما يديرش ترانزاكشن طول يدير يشوف الرصيد وحاجات زي يديروا فيها هبره قصدي من قالك شوف الرصيد مش ديك رصيدك داخل يحفظك ويتبع كل شيء حتى السوشيال انجينيرنج حتى هو عنده معيب كمان مش كود لا تشرب كاش خير لك تاخذها ولا اللي يخلي بطاقه اصلا تخدم الناس حبايب كيف تخدم تمام ففي تول كيت مشهورة هلبة اسمها The Social Engineering Tool or SET It's an open source Python driven tool kit aimed at penetration testing around social engineering Social Engineering Tool kit has various custom attack vectors that enable you to set up a believable attack in no time كم ديروا attack على السريع You can even use pre-built templates in a social engineering toolkit to clone a legitimate website and tell me you're on it so that the exploit looks more realistic. SET has pre-formatted phishing pages to popular sites including Facebook, Twitter, Google, and Yahoo. First of all, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. وتطلع لك تكتب يوزر نيم بس بتاعك تطلع لك كتبه من جديد راحت نفسها سريعة بإذن الله ثواني لكن في خلنا ناخذ باقي السلايد ونقول في سوشيال انجينيرنج تولز ثانية في برنامج اسمه واي فاي فيشر يمكن بعدين نخليك نحسنه شوية وقت يمكن نخليك هو يونيك سوشيال انجينيرنج تولز اوتوميت فيشن اتاكس اون واي فاي نتوركس جيت دبليو بي اتش باسورد او اتاك يوزر بيس كيف يخدمها؟ فيري سمبل ومش زي الطريقة هذي مش از ادفانسد هو فقط يدير في ايفنت كون اتاك ايفنت كون اتاك كيف تف اكسس بوينت نفس الاسم نفس كل شيء وفي نفس الوقت يدير في دي اوت اتاك دي اوس اتاك على الاوريجينال اكسس بوينت فكل موضوع عنده دي اوت اديكيتد يلقوا الواي فاي هي نفس الاسم لكن من غير باسورد يخش على يقول له ان الواي فاي بتاعك توا ما يخدمش وضروري يلقوا الباسورد بتاعك تكتب باش نديرو ريبوت ريستار او ما ديرها من هنا يبدا في تايمر نتاع الريبوت هذاك وعلى اساس جو البرسنتج نتاعو تنزل في الابديت يعطي لك باش تحصل وقت جرب التفاصيل تاكد منها في برنامج ثاني اسمه مانتيجو كلمنا عليه قبل هو اوبن سورس انتليجنس سوفتوير انفستيجيشن تول ذات شوز هاو ديفرنت بيسز اوف انفورميشن ار انترلينكد هو انا ما استعملتش فيه بصراحه لكن هو المفروض تعطيه مجموعه كبيره من المعلومات ودير بيز سيميليشن للسوشيال انجينيرنج اتاكس يعني هو مخابرات اوبن سورس انت بتحط معلومات غادي ممكن قريب لجو السبوره كبيره في الاف بي اي بالاصول والاداء عرفت انا ما استعملتش فيه كثير الساعه مش حنخش عليك مجرد انه بتعرف انه موجود ثاني مره كمان كويس كده كده تبي
طلبت مجموعة كبيرة من معلومات في الكيبينج تراك وكي ما نعرفش لو كريس يخش فيها يمكن تتحقق من المشروع اللي هو شو البرنامج مكتوب. اوكي how to protect against social engineering. نبي ضروري أكيد من السورس بتاعي ندير على تشيك مهما كان هو HTTP server, CPS server, تليفون, cryptographic identity, أي حاجة ندير تشيك السورس بتاعها. ديما نبي نسأل نفسي what do they know؟ شنو يعرفوا؟ شنو في عليه معلومات public؟ يعني حد يقول هالي المفروض ما نخلعش ما نصدقاش، نقول أنا هذا مش يعني زي ما يقول هو كده سوشيال ميديا نتاعك يوصل لحاجة ولا بريك ذا لوب ستوب ذا ثينج باي انفيرنسز. هي ديما لان السوشيال انجينير ديما بيستعجل ديما بالاكشن تو ما بيش خليك تفكر بيستعجلك بيخليك في حاله نفسيه مش مزبوطة ما تقدرش توقف ما تقدرش تفكر يا اخي يقول لك راه تو بدير الاكشن تو مش عارف شنو فلذلك تبي توقف وتفكر ما تخليش يمشي باللوب بتاعه هو خليش يكمل الخطة بتاعها ضروري تخليها دول زي بتاع شركة الحج حج يقول لك والله انت ربحت معنا وضروري انت تحتك تو هذا بيريح عليك لا في موضوع اصلا هيك ان احنا المصاري لما نجي مثلا ايميل لواحد من الشباب اللي يخدموا في عمليات يقول لك لو في سوفت وير فانت لازم ترسل لك هذا مش ترسل السوفت وير بيرموها كندا بيغرمون غرامه 50000 دولار ولا حاجه زي هيك 5 دقائق وتوقف للاسف صارت لكن تصير يعني لو لأن الفاير وول كان كويس بس الاوت قبل الاب عرفت كان الفاير وول كويس في الاوت شد الموضوع كثيرة طيب مثلا يسمع لي دارت شيء هو اللي تشد تحت ايميل ما كانش يعرف جاء ايميل اسم مكتوب انه هو info@swift.com المفروض تستهدف بي هو احنا شد تستهدف؟ هو الستريننج وريك كيف يبدا يسبوت لعملية الفيشنج على طول يفتح ايميلات مقطعه مش مقطعه بس مش عارف مشكله نهائيه هي ما فيش حاجه اسمها معالج مشكله نهائيه هي سوشيال انجينير لو انا اليوم عرفتك انك بدات تدريب جماعتي اوكي المره الجايه شو بدي ندير مثلا انت وريتهم ان انا لازم تشوف التول لازم تشوف السي سي مش عارف شيء دي مش قادر بدي اطلع واحده لا هي مستلزمه عارف عنها لكن شيء ضروري هو الجمله اللي قالها لك بس مش في البدايه وانت تتذكر لازم انت تكون سبب الهكر بخطوه مش هو السبب الهاكر شنو يدير؟ لما انت تجي تشوف مثلا الشبكه نتاعك نحكي كاشخاص مش شبكه كمبيوتر شبكه اشخاص نتاعك من اضاف واحد فيهم؟ اقل واحد تعليم هذا اضاف واحد حلقه عندك فهذاك اكثر واحد بتركز عليه عرفت؟ لما يجي ايميل مثلا بيقول لك خلينا نقول على سبيل المثال اعطيني اسم التطبيق اتش ار باي مثلا ايميل اتش ار ات مثلاً cbl.com عزل المثال يجي همان من الشخص الضكار لكن شو يدير بدل الHR يديرها P capital عرفوا الإنسان بطبيعة الحال وفصل المكتب ما عندناش HP فأكيد HR هو صار على طول وهو مش متدرب على الموضوع أنت تقول مش متدرب عرفوا هو لازم تدرب على الوعي ضروري هذا بشكل مستمر هذا أنا قلت لك أنت لازم تكون سابق اللي هو خط الدفاع بتاعك الأول عرفت لا تعرف شو خط الدفاع الأول ما تقدر واحد أنه مدير مشروعه بين awareness training الموضوع يشير لين training كل داش بين كل شهر كل شهر الحاجات هنا يعني شو بتصير الوضع في امتحان مثلا وهكذا وهكذا يعني بعد أن يبعثوا في efficiency mail نبدأ نديره في شيء واحد اللي يستجيب لي ما يقدر ما يعرف شو زي الموضوع صحيح جدا ده platform خاصة awareness يعني هي أصلا هي سانس بس أنا شيء لأنه before شركة سانس بيفور هنا كويس ماشي مورا بتالي شيء موفين جديد كل بيجوا لازم يخش في أول مستر أول موجود طبعا بتالي إيه ده لما يكتم لكن جديد بيستفع عليك لازم يجي هذا هو اللي نحاول نديره عرفه إن شاء الله بعد ذلك هو المشكلة جيل جديد إيه وأنا كأجيل جديد لازم الجيل يزيد هيحاول إن هو يجرب يعني توه ذيك المراجعة هذه واحدة من الحاجات نشوف في حركة الأجهزة اللي موجودة في فصل الإدارة فندق. فلاحظ بعض الجماعة اللي هم جايين جد في السياسات في الفرع الرئيسي يخش على السيرفر هلا ويهيج فصل الشير فولدر. طبعا يعطيك لوك من ذي شو خش؟ ليش تخش أنت؟ أبغى. إذا من الحاجات بتشوف. فهما عندهم خلينا نقولوا مش نقول لك نية سيئة
لكن فضول زايد على الحال. بيستكشف بيشوف. طبعا لا مش مشكلة حتى جودة في المشي. أوكي. آخر حاجة أنا بريش له stop to think. خليش يمشي بالسيناريو بتاعه. غير له السيناريو اللي هو ماشي فيه. فكر. ودي مسألة نفس الكود اللي أنا هو هذا السورس مخطوط ولا لا. بحر. تقول هذا نص وهذا نص. ما يا نوع معين هذا نوع معين من الانتاج. تبي تستعمل جود سبام فلتر يعني فرعين من السيرفيس. تبي سبام فلتر مليح كويس ابديتد من ناحية تريد سبام. تبي الديفايس بتاعك يكون سكيور يوز نيمز باسوردز مولتي فاكتور اوثنتيكيشن هذه هي بس حتى لو صارت اي حاجة تكون ديتكتبل تكون صعبة تكون فيها اكثر من خطوة ويكون حاصل فيها معلومات عن الاتاك. في حاجة ثانية تقدر تستعمل دي نسبة مثلا ما ننصحكش تستعمل هو نفسه بالضبط كتبنا مثلا في البنك ولا حاجة لكن ممكن تستعمل حاجة بالنسبة لي كده يعني في مشاريع زي باي هول وغيرها طبعا كواد 9 شنو كواد 9 هو عبارة عن دي ان اس سيرفر عادي لكن فصله مجموعة بلاك ليست وكل الدي ان اس نيمز اللي معروفين يستعملوا في فيشنج سكيمز وجميع انواع السوشيال انجينيرنج مالوير زي جربوا على الناس فتلقاهم بلاك ليست اللي هناك كواد 9 لما جيت بيدير الاي بي بيقول لك بيعطيك اي بي واحد مثلا من لوكال هاوس ولا حاجة بيقول لك انا ما فيش يعني دومين نيم هو المهم انه مش حيبعد IP address بتاع سيرفر يعطيك فيشن اتاكس حاجه زي مالوير اللي يكتشف حينحط في بلاك ليست البلاك ليست مش حيطلعك IP address بتاعك لكن كان تبي تستعمل كود 9 في مشروع ثاني اسمه باي هول تخدم على الراسبيري باي هينس ذا نيم لكن تخدم على اي سيرفر تحطها باي هول وتبدا تختار شنو هي اللي تبي بلاك ليست اللي تبي تنزلها في مواقع بلاك ليست ابديت الديلي او كل فتره معينه تنزل منهم الليست بتاعهم ويولي اي دي ان اس ريكوست ماشي للبلاك ليست سيرفيس ما تردش عليه صعبه هي ما فيها حاجه مفهومه نعم انا فهمت حاجه اوكي في دي ان اس سيرفيس كواد 9 جوجل كلاود فير شنو يديروا مجرد تبعت له دومين نيم جوجل دوت كوم اعطيك اي بي ادرس صح ولا تمام فانا مرات فيه موقع اسمه مثلا سي بي ال الواي دوت كوم مثلا سي بي ال كوم دوت الواي والحزه مش سي بي ال لكن يبي تحشي سي بي ال في فيشن اتاكس يبي في يوزع في مالوير فاهم وحزه زي فشنو بيصير له مرات هو بعد هلبة فيشن سكامز حتى برا ليبيا وهكي يمكن نعرف مكشف شخصيات تكلموا عليه في النت عرفتها كيف فأولا هو بلاك ليست واحدة من الليستات مثلا اللي يستعمل فيها كلاب كواد 9 واحدة من الليست فيها الدينيسة هو سبيل كومدت الواي مثلا اللي هو وهمي فلذلك لما أنت تستعمل في كواد 9 وجاني هنا فيشن أتاك أنا ما نعرف شكلي مش بحتاج شي مبير نهاية الصبح بكري ولا نهاية الدوام رصيت على لينك على سبيل الكومدة الواي مش حتمشي لي بيقول لي نيم ريزولوشن نعم مش حيعطيك بيقول لك ما لقاش الدي ان اس موجود خلاص في حاجه ثانيه قلنا انت ممكن ما عندكش ثقه في كود نايم ولا انت عندك دي ان اس سيرفيس ثانيات ولا سيت اب حاجه زي فتقدر تنزل مثلا سيرفيس زي باي وول او اي حاجه ثانيه مشابهه وتختار السورسز اللي تبي تجيب منهم بلاك ليست و اي دومين نيم في البلاك ليست هما مستجيبش عليه. البيتون بتاع جوجل مليان بسطه. لا كود 9 فقط. ويمكن في حاجات معينه لكن مش زي كود 9. كود 9 فصله بلاك ليست بتاع فيشي. ما اعرفش ليه هيك كوبي بيست. انا استعمل في أربعة تاع الكلاود فير واحد في أسرع شوية ها؟ ما ظنيتش فيه لكن أسرع شوية أعتقد ناس نعم فيه مرات تمام خليه لاب سريع في السوشيال انجينيرنج أوكي في أي مشكلة في السوشيال انجينيرنج سلايد يا عمار بالضبط عندكم سلايد Thank you.
طبعا يبقى متطوع يخش على موقعك كلها تنحط اي بي ادرس بيخش يطلب له بايميل از نيم سباس حاجات جميله عادي. طبعا قال الديزاين اونلي فور جود نوت ايفل. طبعا الكلمه هي انا مش فري سوفت وير على فكره. انا فتحته طريق المنيو هنا خشيت اكسبلويتيشن تولز سوشيال انجينيرنج تول كيت روت تكتب از روت. طبعا تقدر تفتح اي تيرمينال وتقول له اس اي هنفتح كذا اس اي تول كيت اوكي. هيك على طريق التيرمينال لكن هو ما دام خدمه از روت يعني ما نعرفش علاش لكن هو اوكي باي ديفولت يكتب از روت اكيد في شويه فيتشرز بروت تمام او ترسل عليه من المنيو نفس الشيء يفتح كيك بطريقه هاي. فزي ما قلت لك لما حد يقول لك فور جود نوت ايفل هو يمكن لان قال ديزاين فعادي قاعد يعتمد في سوفت لكن كان قال لك متى مسموح تستعمله فقط فور جود نوت فور ايفل معناه مش فري سوفت وير. فري سوفت وير ديزاين كان بيوز فور اني بيربس قصدي رول فقال if you are planning on using this tool for malicious purposes that are not authorized by the company you are performing assessment for you are violating the terms of service and license for this tool. يعني هو صح open source لكن مش free software يعني على خاطر كلام واحد مطلوب له تمام نقول له yes enter تمام جربوا معي ولا بقى لا بسيط تعرف تقول نبي سوشيال انجينيرنج اتاك اوكي نبي ويب سايت اتاك فيكتور اوكي نبي كريدنشال هارفستر اتاك يعني طبعا بدي فيسبوك اللهم بلوج كريدنشال بزنس باسس كريدنشال هارفستر اتاك ميثود بعدين بنقول له نبي سايت كلون اللي كلون السايت. فطبعا هو بيقول ال IP address اللي تبي تدير ل bind ال HTTP server بيكون واحد هو هذا ولا واحد تاني. نقول له تمام. قال الحين ندعمه في HTTP HTTP كتب. بس إنه هو اللي تبي تدير له كلون. نقول له ها هو HTTP facebook.com. السلام. أوكي. أنا كيف أفتح ال وصلنا الى VIP the terminal of service yes yes ايه بعدين 1 2 3 بعدين 2 بعدين 2 اللي هم احنا بنديروا كلون للويب سايت للفيسبوك وبنديروا لوجن للانفورميشن اللي بيجينا يعني طبعا لو بنستعمله في الواقع هذا هو بنبعث اللينك لحد عرفه يعني هنا بندير مثلا دومين نيم بيروح قريب للفيسبوك كوم بنبعث لك لينك اللينك هي استناك ترسل عليه تكتب يوزر نيم بس بتاعك يعني طبعا كل يوم لنا نفس الحاجات كالي لا لا وصلت هنا سايت كلونر سايت كلونر ايوه بعدين بعد ما تدير اثنين ما عاد في شيء بيقول لك بياكد لك الاي بي ادرس بداله باين 2 وخزنتها بيكون عندك اي بي ادرس واحد يقول له اوكي تبي تغيره بتغيره هذا جيت فيك انت دير انت الدور كما تبيت قاعد امسك انا 234 سلايتي بعدين اوكي بعدين بتعطي اليو ار ال انا اعطيتها اس تي بي اس فيسبوك دوت كوم عاد افتح انت تويتر ولا حاجه انا فيسبوك انت تويتر The best way to use this attack is if username and password form fields are variable. غلط كنت فتاك بوك من دير عن دير. Regardless, this will capture all posts on your website.
قال لك اسهل كان مكتوب عليهم نيم وباسورد فيلز فور باش يبانون لك اكثر يعني، لكن هو مش مشكله يلبس في كل شيء صح. هو مكتوب في الاتاك هو يكتب نيم باسورد شنو بيكتب بيسجل عندي اكتب انت خش وتطلع لنا انا بيلقطه مثلا يكتب هو يزيد الباسورد ويمشي للفيسبوك لو هي اوكي. ما نعرفش هم مديرينها باي ديفولت كيف تقدر الحين تو كان ماشي ديفولت مش عندي راي. هو يكتب حاجه هو لكن انت مش هتقدر تتاكد مش هتقدر تاخذ التبعات لا تجيني بس مش هتقدر ممكن تندار لكن تندار ممكن بالبرك سوت بس تندار تيري لكن فيسبوك هي حلو وصل فنبو متطور ايوه كيف ماشي يبو حد يخش هنا اللينك هيا واللي راح يقاس على فيسبوك اللي ما عندك فزعه في في حد جاء انا يا رجل لو ما فيش اثنين بس اثنين اربع اثنين اوكي تمام درس في بيزنس باس درس يوز باس بيزنس في فيلم انت كتبتي اسك وجات هيك برنت ان ذا باس بيزنس انا مش عارف تطلع لي بيزنس براحه وبس انت يوز صفر ايميل اكتب نمر الجامعة او احتمال مغير في مدعوة ذلك بيطلع لديات اما بس بدير تستعمل بالدور او بدير الكويت ناسبان قال لي ان فيه هيت لكن معاش اعطاني شنو بس بس انت كالي على السطر كالي مصابه ولا اللايف لا يعني اول ما خشيت بس قصدي انت لايف ولا صابه صباح لا صابه صباح اي معناها في باس ما اعرفش جرب كالي 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 تحت تحت هذا شنو الخطوه الثانيه بدير واحد اثنين ثلاثه بعدين اثنين لكن هو لو الاوبشنز بتاعه واحد يطلع عندنا بدير سوشيال انجينيرنج انت سوشيال انجينيرنج لا نفسه ولا غيره بارك الله فيك هو شكله مديرين في الفورما يو فيك يوزر غير على الويب سايت الثاني يبدا اقدم شويه هي موجوده اكيد الداتا لكن وين بالضبط
تشوف ان هذا هو الريكوست في شيء طالع لين سكور ريفيوز شكل جديد هذا الموقع ها؟ هو في شكل ديلا ها؟ هو في شكل ديلا شكل ديلا سكيب يدير كنترول سي باش يطلع ريبورت باك يدير في سي شوفوا ريبورت تاعه خلاص عندي فايل لينكس ايميل وروت تو هاي لك انت في الواقع حتستعمل في نت تطلب بكي بي بورت تعطي ده من نعم مهم لكن كان في الواقع في كون عنده اكسس عليك مستاذ يكون في نفسك يكون نت تاني في رابط في نت مو يبنكو شنو درت ويب سايت؟ لينكدين شكل فيسبوك مديرين حاجة مخفينة معرفة فورم معقدة هيك دايرين أسامي غريبة توعي مديرين فاسبوك لكن قالك يرقد في كل شيء فمانيش عارف مديرين بطريقة ما يخطوش من هنا قبل ما تفتح جافا سكريبت يمشي مثلا جافا سكريبت لما تعطيهم غير فور نفسها ممكن في كده مديرين تريك قصدي فيسبوك في كده اكثر موقع يجربوا عليك بس انت ولا لا يطلعوا بقى دير له فلتر يطلعوا لكن وين هم محطوطين مش معروف فانا تو بنكتب حاجه ثانيه ايميل ايكوز ما فيش اللي انا طلعت انت هيك كتبت ايميل كتبت هاش ريبورت ما طلعليش ريبورت
باك من درت لوجيني بعدها درت انتر بعدها توهي متفيرة بداش انتر بالجرمة ثانية اصبر ونفتح expectations شفت في التاريخ 1-2-3-2 بس وقت بيجي بس بيجي خس خس نعم انت دورك رهيب با نعم انت مجيناش وانا بزرط لنا الفلتر من البيت كتبت انت بعدها تو انا فهمها انت او يمشي حتى الفيسبوك براح شوف حتى ذيك اللي قلت لك احتمال تمشي براح طول يمشي فيسبوك كوم مرات انت الثانية تجرب فيسبوك كوم عليك لا ديرا لا ما بعد مديرة يمشي فيسبوك كوم فهمت كيف مدير انت يمشي فيسبوك كوم نقول something else عشان يتذكروا بنا ننقروا من ريبورت خلاص لأن Thank you.
اللي في فايل بلوك. لكن حين مش بوش فيه اللي يدور في اللوك ما يبانش كدير جريب فلتر يطلع وين محطوط بالضبط لا ولا هذا الأوف بتاعنين كابل تلوب عليه بارا في ما تنتهى في السمين يدور مفكر يوم يجلس وين مفكر مش ما قدش واضح أيوة بالأحمر وكل شيء خوش فيها احنا يوم بك أخذت الدوسة الانف اللي يبع في ألبا وعلي ما اللي درتها من مسكة الدول كيف دير بنت؟ نعم؟ فلتر بدير كنترول سي على ديكا بيتسكر كنترول سي مرة واحدة بيعطيك الباث الباث تعمل دير هنا تفتح ترمل الثانية روت دير سي دي دير باث باث زي هوان عندك عليك بعد ما دير سي دي ودير هي بعد هو هذا دير الليست تلقى الفايل وبعدين دير لكات كات الفايل ما ترصش انت دير سبيس بايب يعني سبيس جريب ات ات لان كله فيهم ات الاثنين سنة جديدة كلها في انتريش الدست مش انت مورا فلترة انا قاعد نبيحتك من الفايل ما في حتى انواع التمبلتس زي ربع مظلم شفت هاي تمبلت بتاع جوجل تكتبس عليها تمبلت بتاع جوجل تكتب اي حاجه ات سيكريت ديروال هاي المفروض تكتب احسن المفروض قصدك انا هي من غير مش الفلتر بتاعها ليه هاي ايوه يكتب فيه هيك طبيعي على خاطر تمبلت هاي ما بدلاش كلونينج ما فيش اي تريك فور بتطلع طول تمبلت كيف ديرها تمبلت دير تريديشن هارفست بعدين دير ويب تمبلت كان سايد كلونر دير ويب تمبلت فيعطيك بيقول شنو الاي بي دول انتر في ثلاثة واحدة جابا كوايل بجربتهاش في جوجل وفي تويتر جابا كوايل هيك تطلب جابا كوايل بيج لكن ما فيهاش بلوجين مراحل تطور الاتشمنت وفي الجهة الحنين يعني لو الأداة تلقاش بالطريقة هذه وعرفت أنا من جهة كيف إن البيوت ديفند بي زي ما تكلمنا قبل شوي انك انت بعد ما خش فيك بعد ما خش ولت مش للسوشيال انجينيرنج ولت مالوير ان جنرال او بستحمي الاكونت بتاعك انت طبعا المفروض عندك اول شيء مولتي فاكتور اوثنتيكيشن واحد واحد اي في واحده من السلايدات من
فترة دوينا على يمكن في المالور في بتاعت مالور. حاجة تبي تستعمل استثمار تبي تدير دينيس فلتري تكلمنا عليه بكرة تبي ما تستعملش أي ويب سايت أن إنكريبتد وتبي تتأكد من السورس أي ويب سايت أي حاجة أي ويب سايت أي إيميل أي شيء تتأكد من السورس بتاعك تدير فيريفيكيشن. وحاجة تانية تبي تدير شيرنج واي فاي وما تستعملش أي حاجة أن إنكريبتد واتس أب ويب تستعمل في بين أو تور وتستعمل حتى أنتي فيروس. أنا سبايت هذه في السنة السبوفي 59 مش السنة السبوفي بس تحكي عليها من عندي شوية هم طبعا 59 عمدين سوشل مجرمين سبايت هم انت هم رقم 59 59 لا غلط في الوحدة بس المحنية كانت بين عليها 59 في ال 52 و 53 ستيفن سبوفين ستيفن سبوفين لكن هم يمشوا لل سوشيال انجينيرنج اتاكس يقراهم في صفحة بدأ على السوشيال انجينير اللي هي 62 بتوا صحنا طبعا انت تشيك ذا سورس وات دو ذي نو بريك ذا لوب اف ا جود فلتر سكيورتي بروفايل سكيورتي بروفايل سكيورتي بروفايل سكيورتي كان هذا هو best practice. والله هي مش best practice زي ما نقول standards ولا إيش يقولون مش best practice. best practice ذاك steps في computer system بتاعك. زي ما نقول ways to protect yourself. يعني تقدر تستعمل. أو side of personality أو حتى كمؤسسة. يعني المفروض تدير raising awareness وكذا تدير حاجات طبعا. كده طبعا على انت هنا الويب فورس هي هيومن فاكتور هنا هيومن فاكتور مش كمبيوتر ولا بنت ولا مش محتاجها من مختلف الزوايا بسبب لولا السوشيال انجينيرنج اوكي فاهمين ان انا عاطفي ان نعمل انت مسؤوليات نضبط وكذا واحد ونحن المؤسسه هنا ذا ويكنس بوينت هون ثانيا مع المؤسسه نفسها الانفايرمنت نفسها الانفراستراكشر المعدات اللي بنستعملها هذه نسوه اخر طبعا اذا انا اوبريتنج سيستم اللي بنستعمله والامور هذه اب تو اب تو ديت وابجريدد ولايسنس مش لايسنس هذه يعني اكيد بديهيات هذا السيكونس مع البوليس كله بتاع السكيورتي في قالب واحد واضح حدا يتكلم عليه في موضوع سايبر سكيورتي لان صرت قلت لك بيانات المؤسسه قبل ما يبدا حتى عمليه ان هو دي اللي في اتاك انت وشيك عليها والسوشيال والامور هذه أنا شو المفروض نجيب على ال first wall defense على wall يعني بقولنا نشيل على ال second على ال third أنا أتكلم على مستوى global كامل فأنت أنت تبي يعني درس تام لموضوع ال نحمي نفسي فقط بجميع الحاجات هذه هي اسمع هي وتشنمي سلسلة متكاملة تعود على بتعرف انت كان في حد
لكن عارف يا هندسة اسم النقطة الدامية عارف اللي هي خلينا نخدها بمنطلق بزنس كونتينيز بلان بالمنطلق الوضعي صار لي أتاك ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 شو مهم ما صار ليش الأتاك اللي هو نبدأ الديفند منيح لروحك المفروض ان نتابع 1 2 3 4 اوكي فاهم ان في هلبة نقاط كل واحدة على زون زون لكن هالزونات هي كلها لما نديرها في شكل وورك فلو كامل حيكون في عندك الـ عندك الـ risk assessment مع الشغل اسمع الخطأ يعني الجزء الثاني هو اللي بيذكر موضوع البيزنس لكن هذا مهما كان تفكير الخطأ واحد كان ما عندش كي وورد من جماعة السكيورتي جماعة ما يقول له هذه البيزنس وايد بتاعتك هذه مش حيجي يقول لك انه خطأ ولا لا الليست انه هو عنده النورج مريحة لو هي هذه واحدة من عيوب يعني بالضبط ميزانية يعني يصدق هذه بالبيع هذه
احنا تشي افراد تولز ومزور ولا مشكلتنا احنا نعطي نصف على تولز وننظر للهيومن ريسورسز بتاعها مشكله كبيره تبدا انفستمنت عاليه في الاكويبمنت يجيك واحد استغفر الله العظيم من غير عمره يروح يفتح لك حاجه ولا يجيب حاجه ولا يعطي باصه تخيل انت يصير تشاو يبقى حللي من 5 مليون دولار اللي جاب فيها من بعض ما تقعد وش تقيد وقلبها كانت في وش فايده فأقولك شو رأيك في إن نحاول ندير لك درس من الموضوع أنا نطرح أيه موضوع طلبتك أن نطرح حاجة قلت لك بدنا نطلع لهم يوم الأربعاء نعتبره ريفيو مش نقول كل شيء لا ما فيش وقت والله ما فيش وقت والله مش رح أقول شيء ما فيش وقت أصلاً بكرة علاش تقول لي السلايد تقول لك أنا كيف كيف جايات بيجوا نستفيد عليه في اول محاضره وعدلنا عليه مرتين او ثلاثه وما زلنا احنا طبعا خدنا السلايد الاولى هي تمام خدنا لاباس وحاجات في الحمار ما زلنا هو اليوم المفروض نكمله مزوز مرات كمل على الاقل واحده بعد فخطوه ضروري نكمل هذا كله هذا ثلاث خطوط نعم خطوط ثلاث ايه بعد خطوط الاربع عارف قلت لك شو مدير ثلاث وين قصدي اخر حاجه ها؟ انا قلت لك اخر حاجه لا قصدي اخر يومين لسه لا ما زال في سلايد فماذا بيا نكمل السكول انجكشن هو يمكن السكول انجكشن يلغي كان مخصص شو لانه هو مش هذيك يعني انت ضروري تعرف انه موجود لكن يعني ممكن تنقل قاعد حتى لو بدناش في لاب على الاقل نعطيك سلايد كويسه تمام كان الوقت يعني بالنسبة اليوم الثالث يوم الأربعاء طبعا موضوع موبايل اتاكس واي تي اتاكس كلاود اتاكس حتى هم حيطلبوا حيشوا سلايد سريعات فقط للأسف طبعا كورس اسبوعين كورس اول بنية ثلاث شهور صح ولا لا؟ فعلاش بنديروا هيك؟ على خاطر موضوع فولابيلتي اناليسيس وكريبتوغرافي وهاكر مايند سيت هذا بيوم تقريبا فهمت كيف ولا؟ يوم ناقص هذا ممكن هو اسبوع لك يا بعطيك قد ما نقدر في الوقت اللي عندي اخذ احنا هيك تفهمنا ما تكونش مشكله تبغوا نعطيكم حاجه ثانيه عادي عرفت احنا مش مهم نقول شنو ينطبق ضد المنهج واحنا من روحنا بس نفدك حتى خليته كيف ما عندهم الايام كيف يكونوا فينا الايام هم ضروري مستعين هي المفروض الكورس مستعين فهمت كيف هم ضروري احنا ما نقولش حتى تنزل نطبق في المنهج تبدا هيك تقول إذا كان موضوعك مثلا على الامتحان ولا حاجة لا مش امتحان هو امتحان مش محاضرة يوم الربح ناخذوه مراجعة للخدمات ايش يلاحظ يبقى فاهم شو طالب هو بصراحة أحسن موضوع مراجعة لكن ايش ندير في الموضوع هذا؟ وانتم قصدتوا قطوه قلتوا من أهم الحاجات طيب مش مهندس أنت النقاط هي مكملة للكلام كله ومهم وأن سكشن ثاني ماليش علاقة من قلنا الأول. لي علاقة شوي. لي علاقة عدد يعني لازم تأخذ معاك. 50% vulnerability analysis والتاني مش مهمين. كان على حسب لكن أنتوا طلبتوا في اللي طلبوا نفرين طلبوا قالوا يبوا يسمعوا يبوا يعرفوا يبوا حاجة من هاكر مايند نفرين قالوا أكثر على vulnerability analysis وأنا أوريدي واحد ثالثهم لأن أنا أوريدي حاطط له تام من قبل. لا مش مشكلة حتى مرينا عليه مرور لكن هنا كان عندنا راعي إن الدرب حيكون مراجعة بحيث إن لما نطلع من الكورس في استفادة لكن هنا نقرأ بنجي نقرأ اليوم الخميس نقرأ بنخش امتحان ونسرع فهمت كيف؟ فهمت عليك هنا ما استفدناش نحن أنت ولا أنت عندك الحق عندك الحق حتى لما دبير رجع ندير فيها ركاب دين زيد في الكورس مش أنت اللي هذاك اللي قلت عليهم هم عارف حتى ليه كنت عارف إن الخميس يكون فيه محاضرة جاي يوم هون فذلك 20 يوم إحنا
من غير يوم العطلة حتى الخميس قبل لعب عليه محاضرة حسب الامتحان ديالو اللي عنده خدارك كومبيوتر سيرفيس شنو خداتو؟ كومبيوتر سيرفيس كانت اسبوعين باش بونس اللي عطانا هذاك تحطو قال اسبوعين 14 بالذات انا مع صبي بالراحه باش تاخذ باش تاخذ شنو دار؟ لوح النظري كله وجاها في العمل قال اليوم لوح النظري والثاني وبعدها بدك في العمل في امتحان دار العمل جيب لي كذا جيب لي كذا 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 الحين يتم امتحان نظري ايه بحكي لك تعرف اليوم اللي قبل الامتحان شو هو امتحان الخميس حضر لنا مراجعه نرحب طلع شو انت حقه مليحه هي المراجعه لكن انت المراجعه بالنسبه للعملي اهم طبعا تحكيم السيرفس السيرفر كيف يخطب وكذا ضربنا واحد عرفت 100% ولا انا زي ما قلت لك انا عن نفسي شبه لاغي الداتا لاغي حوالي نص يوم راح وما اصلا المفروض اكتب وكل واحده المفروض اكتب حتى من يوم على فكره يمكن يكون لاغي موضوع اسكوليتس نتكلم عليه شوي ضروري فيش هاكر اخلاقي من غير ما يتكلم على الاسكوليتس لا باتها ما سريعات بإذن الله مش مهندس شو بيقول معلش اللي طالع عليك نعم مهندس اللي طالع عليك مش عشان خلاص ونقع نحسب فيها ليه قبل أساس أمال vulnerability والفرق وانت تانيا خذوا مع خذوا ما فكرت فيه يوم الأربعاء زاد هاي الصفحة اللي قبلها هاي خطة بس كمان ده سوون توصل بينا بركة هاي الخطة هذا اللي قبل الخطة عرفوا المهم فبنحاول مرات نطلع بنص يوم هذا اللي نحاول نقوله مرات نطلع بنص يوم أقل يوم الأربعاء بعد بريك يبدأ كل مراجعة هو حوالي بيكون أقل من ساعتين على فكرة اللي حاسب مرة نحصل نص ساعة زيادة هو الوقت تبع يعني أنتوا كان إحنا ورجع عوضنا ساعات نقعد نزيد ساعة عادي الساعة 2 لربع الساعة 2 لربع هم يسكروا 2 كان في كيف وأنا ما عنديش مشكلة حتى عند 5 كتب ايه ها؟ ما دي هي شوف وانتو شو تبوا انا ما عنديش معكم مشكلة ما في الحوار اللي نعرفه ان الاثنين نقدروا نقعدوا مع ان احنا عوضنا ساعات فاظن الاربعاء نقدر نقعد بس ساعات واليوم هو يوم الساعتين صار اثنين اليوم ما يقولش نقعد ولا ثلاثة مثلا لا 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 مش عشان نمسكي فوق فينا ده غير في مكررين يقدروا مش معنا مش متعودين على الخدمة الساعة 5-6-7 نصف الليل تبين نبيه نحن نقول نروح في السلايس ندير دور على الوالي السلايس هو ضروري في السلايس اوكي خذنا موضوع السيشن انجينير لان فيه لاب عندنا فيه اي مشكلة سهل ولا موضوع كله على الهيومن فاكتور يعني انت وقت تشتغل على حاجات اللي علاقه بالعلم نفسه اوكي اكثر من الجلد ساعات تزيد تطور في الخصوص الجميل اوكي وايرلس اتاكس طبعا ما ديتهم تعريف اتاكس ذات هابن اوفر وايرلس اني نتورك ذات از نوت وايرلس اوكي اني كان طبعا مش معناها وايرلس معناها ضروري واي فاي او 2.4G حتى ابرز نفسه ما هو اي حاجه وايرلس وفي وايرلس اي حاجه وايرلس فيها فطول حسيت في انواع الاتاكس اوكي الاتاكس هم ابتديتوا من الواي فاي العادي لكن مش كلهم يمشوا الواي فاي فقط يمشوا حتى الحاجه الثانيه فعندي اول حاجه وايرلس انترب في عندي نوع من باسف اتاك حتى في الوايرلس اتاكس هو امتى يصير لما عندي مثلا وايرلس نتورك انسكيور فانا ما احتاج ادير اي حاجه على طول نربط الباكتس اللي بين كلهم زعم الواير فاي كوريون فرجة يمكن يدير من غير معاه نتورك لأن هذه هو انسكيور وايرلس نتورك طبعا مهما كان فيها هو بتاع كابتن بورتل ولا هي ال...
زمان ما سكيورتي بتاع اللي يجيبوا فيها في يعني بتاع في اوثنتيكيشن على الويب كيف بورت بعد ال اللي هي فاس باس نتورك اظن لما فاس باس لما فاس باس مهما تدير يعني تضبط حتى لو انت نعم حتى الويب بورت هذيك ما يعني كان انت ما في ناس يديروا في الواي فاي انسكيور لما تخش على الواي فاي تطلع كذا بتاع كارت بورتر اتش تي بي سيرفر تعبي يوزر نيم وباسورد تخش زي فنادق في حتى مطاعم مقاهي حاجه زي فلذلك هذيك حتى هي ما درت زي فورجيتس يعني هي نفس حتى كان ما داروش هذاك مش بالاحيان يعني فورجيتس كذا الناس عاديين مش ما يقدرش يوزر نيم تمام حتى نفحصوها عادي انت بتاخذ مكان ففي فكرة ثانية في هذه باس فتاك تقريبا أولي باس فتاك يعني ضروري إنك تكون أنسكيور تجري باس فتاك طبعا هذه 99% من جميع اللي هو الأبراج بتاع فايف بوينت إيت جي كلهم يعني يقدر يشوفون ففي وارس جامي كي سكت كان فتاك اللي هو يعتبر ديناير أوف سيرفيس أتاك لكن يستعملوا كونجكشن مع تاكس ثانيات بس مثلا تربط هاند شيك تدير لما تمبرري دوس اتاك يولي اوف لاين بعدين بيولي اوف لاين تربط هاند شيك بتاع بندير اوف لاين كراكن تخش ال دبليو كي 2 بس مش خط معاكم يعني تم ندير اوكي المهم في حاجه اسمها وايرلس جامي يخدم على جميع انواع الحاجات طبعا هو مش نفس الدي اوثنتيكيشن بالضبط وايرلس جامي يمكن يكون استعمال انت عارفوا جهاز الذكي اللي في الجوامع وكيس لحال بالانترنت واحد يشد في كل شيء بلوتوث تليفون مش عارف معاش هاد الشيء اللي عنده تليفون صح ولا هذاك يمكن يعتبر اكثر وايرلس جامي ودي اوثنتيكيشن تو سيتويشن اتاكس هما بروكن حتى هما تقدر تعتبرهم وايرلس جامي تقدر تعتبرهم ديناير اوف سيرفيس اتاكس لكن أهمار تستعمل أكثر بالهاند شيكس وهكي والوايرلس جامينج تستعمل الأجهزة هذيك بس تدير جامينج فقط من غير سبب ثاني في العادة. لكن هو يدير في الدوس طب الأولى أنك أنت مجرد تدير دوس أتاك لكن الثانية أنت تفرض على الجهاز اللي أنت بتهاجمه أنه هو يفصل أو يلغي ارتباطه من بالضبط الوايرلس صح وتمشي على عدة أنواع من النتورك لكن حتى هي نفسها دوس أتاك لأن أنت بدير فلودينج للديتا بدير فلودينج بالضبط صح فما عادش حيقدر يولد مرة ثانية حتى دوس أتاك لكن دوس أتاك هو في بيربسز غير إنه سولي فور دوس أتاك لكن هو في العادة دوس أتاك فقط مرات فور جود ريزنز في الجوامع بيشتركون شريرين تمام في روك أكسس بوينتس not to be confused with evil twin attacks not the same روك أكسس بوينت مجرد أكسس بوينت لا اس علاقه بحد انا مش هكر واي فاي انا فاتح واي فاي فري ونبي الناس تدير فيه نت مثلا نبي الناس تسبيه ونبي لقيت معلومات تعال عندي فري نت فهمت كيف ولا صح وتبدا تحصل منها في الداتا فهمت كيف جميع انواع الايبروس مش الناس في ايفنت وين اتاكس زي اللي تكلمنا عليها قبل شوي واي فاي فشل في ايفنت وين اتاك انت عندك واي فاي اكسس بوينت وانا مثلا ما عنديش الباس بتاعها فنفتح لك تون بيها مثلا تكون مثلا زي في الكيس واي فاي فيشر تكون ما فيهاش باس وتخش غادي يقول لك ان تنبي الواي فاي باس بتاعك وتدير ريست وهكذا او تدير ابجريد للسيستم تمام واي حاجه زي هيك بس بعدين تحصل على الواي فاي باس بتاعك وتخش معه في النتورك وتشوف شو يديروا في النتورك بتاعك تمام بروت فورس اتاكس هي اتاكس على الباسوردز تمام احتمال خطر بالغلط لا مش خطر بالغلط بتاع زي دبليو اي بي اتاكس زي كابتشر اي بيز باي وبعدين دي بي كراك WEP attacking شي كويس WEP وال WPA cracking في العادة مختلف شوي هو طبعا WEP تقدر تديره بالفورس اتاك بالباسورد
بعد كابتن اي كيز بينكسر الاحتمالات هجمه وتوصل للباس بتاعك. ال دبليو بي اي في العاده بنستعمل مجموعه حاجات. حاجتين كبيره. طبعا حناخدوه في الاول. هل في الفرق بين الدبليو بي اي 1 و 2 و 3؟ لا. ما عنديش تفكير فاهم. اوكي تمام. الدبليو بي اي الفرق بين 1 و 2 و 3. لكن حنعطيك توا علاش دايروا التريك. انا عارف انك قصدك بالنسبه للشباب شو الفرق. لا ولا ما عندي هذيك كلمه وايرلس. ففي في وايرلس بوفن زي هي لكن تاكتيك تمام ما عندها ميدل اتاكس نفس اللي كنا ندير فيه في اللان لكن اوفر وايد فور. فيش اي فرق. في مشكله في الانواع هذه. سهلة. اوكي. في كراك اتاك. اوكي. تيجي تخش على كراك اتاك دوت كوم هو اللي اكتشفها تبع فرحان باهي عند ليلى موقع من 2016. منكم ما اعطاناش تغرى كيف تقولها بالضبط. لكن قاعد يدير فيديوهات لكن هي كراك اتاك هو كراك هو اتاك على الواي فاي. على دبليو بي اي 2 يخليك تقدر تخش وتحصل جميع الداتا اللي في النتورك اللي في جهاز معين. يعني هي طبعا فيرابيلتي موجوده في لينكس وفي اندرويد فونز تمام فقط ممكن في حتى في ثانيه المهم في الاكيد في لينكس واندرويد فونز طلعت في 2016 لما تستعمل الفيرابيلتي هي ضروري تكون قريب very close proximity from the victim اللي هو اندرويد بيكون فون طبعا اندرويد هو لينكس فبتكون very close to it وبعدين الاتاكر هو اللي يقدر يقرا جميع encrypted data طبعا encrypted data includes WPA2 وانكلوز HTTPS لكن مش HTTPS يعني هو حيدير زي الـ SSL strip للداتا بيبدا ما عادش يقدر يخش على HTTPS بيبدا بيطلع من سايت HTTPS عادي هذه هي المنظومه هذه كانت النتيجه It's a severe replay attack on Wi-Fi protected access protocol WPA2 which secures the Wi-Fi connection hackers use crack to expose the vulnerability in WPA2 when in close range of potential victim attackers can access and read encrypted data using crack okay تبغى تفرج على attack حوالي 4 minutes فيديو المكتشف تغرى نفسه هو يخترق اندرويد فون عن طريق الكراك الفيديو شلون صفحك هذا بالديسكتوب انت اوريدي لو قناه افتح الفيديو من في البراوزر كتبت حبات رسيبه ليش توصل في التعليم نتورك اصلا هناك يعني خلاص قصدي هو داخل لود قريب نص ساعه رحت من هنا المهم كي ري انستليشن اتاكس هنس ذا نيم كراك اوكي كراك سي اوكي بعدين ذا روما كراك سي كراك اوكي فورسينج نون ري يوز دبليو بي اي 2 الفكره شنو ان في ضعف في نون سبسولتس وحاجات زي هي في الانكربشن نفسه بتاع دبليو بي اي 2 المهم في ثغره في الامبلمنتيشن بتاع الاندرويد للدبليو بي اي 2 الانكربشن نفسه المهم في الاخير حيولي يستعمل في كيك اول زيروز تمام في البدايه حيبدا يستعمل في نفس الكي بعدين في الاخير حيولي كل زيروز الكي ما عادش في انكربشن انكربشن ضرب صفر وخلاص ما تليفون اوف ولد شويه بس انا الصوت ما اسمعش شيء This video is based on a Baker QE installation attacks, forcing non-reuse WPA2, and it demonstrates how weaknesses we discovered in WPA2 can be used to attack Android devices. First, I will use an Android device to connect to our Wi-Fi test network without an adversary being present. Notice that this network uses WPA2 encryption, as indicated by the lock symbol. Additionally, when visiting, for example, Magic.com, Android will use HTTPS as an extra layer of protection. This is indicated
HTTPS log, but also explicitly mentioned reviewing the web page info. In other words, all transmitted information is currently protected using both WK2 and HTTPS. Let's now start the tools that will be used to attack Android on Linux devices. First, the following command is used to start our WK2 attack script. Notice that I included the protected Wi-Fi network that will be attacked, and that we will only target one specific device. The tool starts by searching for the protected Wi-Fi network we will attack, and then it will clone this network on a different channel. This malicious clone of the network enables the attacker to reliably manipulate handshake messages, which is required to abuse the weaknesses we discovered. Second, we make sure the victim can access the internet through our malicious network. Additionally, I'm also executing the SSL strip tool. This tool will try to remove the additional HTTPS protection of improperly configured websites. Finally, I would use Wireshark to capture any data that the client will be transmitting. We are now ready to carry out the attack. So let's go to the smartphone and again connect to the WK2 protected test network. Once the victim enabled Wi-Fi, Android will search for the test network. Once it has discovered the network, it will try to connect to the real test network, which is not what we want. Fortunately, we can solve this by sending special Wi-Fi frames that command Android to switching to a different channel. This tricks Android into connecting with the malicious clone of the network. Essentially, we now have a man in the middle position between the victim and the real Wi-Fi network. This allows us to reliably manipulate messages and carry out a key reinstallation attack against the four-way handshake. Normally, after executing such an attack, the victim will reuse nonsense by encrypting data frames, and this allows us to recover any encrypted data. However, due to an implementation bug, Android and Linux will not reinstall the actual secret key. Instead, they will reinstall an all-zero encryption key. This makes it trivial to intercept or manipulate all data that is transmitted by these devices. When we now go to Wireshark, we can already see that a significant amount of data was intercepted. Note that normally all this data is encrypted using WK2 and therefore isn't readable by the attacker. However, without knowing the password of this protected Wi-Fi network, we can read all the packets that the victim is sending. This clearly demonstrates that we have successfully bypassed WK2. Let's now visit the website on the Android device of the victim. In particular, we will again visit match.com. As you can now see, there is no longer a green HTTPS log in the address bar of the browser. This means the website is no longer using HTTPS as an additional layer of protection. Note that we were able to bypass HTTPS using the SSL strip tool. Although this method of bypassing HTTPS does not work against properly configured websites, it does work against a significant fraction. Unfortunately, many users will not realize HTTPS is no longer used and therefore will continue to log in using their real email address and password. That's such a name. The attacker is now able to intercept the email address and password of the victim. Of course, this is just a demonstration using a fake account, meaning the login fails. Nevertheless, the attacker is able to see which password we try to use. So let's go to the attacker and search for a login attempt. You can see that the attacker was indeed able to intercept the username and password that the victim used. To avoid being a victim of this new attack against WK2, you must update all of your Wi-Fi devices. Yeah. وهذا اتاك على اندرويد ولينكس تشوف 2016 يعني 2017 في دي سكريبت تجربه وتوصل نفس النتيجه حابب انك تدير ابديت للبرامج لاي جهاز فيه واي فاي نعم؟ لا، من قبل ما تبدأ.
حكايه. اولا نبي نغير ديفولت ادمن بازل من الاكسس بوينت تاعك اللي هي من غير الادمن بازل بتاعك ونستعمل احسن ليفل من انكريبشن عندي. اذا تبي تستعمل دبليو تي تي ال استعمل دبليو تي تي اي 2 هي قالوا احسن حد تستعمل strong encryption for all applications you use over the wireless network. يعني ما تستعملش الانترنت، تستعمل SSH، ما تستعملش HTTP، تستعمل HTTPS وهكذا. تمام. Ensuring that Wi-Fi enabled devices are updated as soon as the software update is made available. طبعا الموضوع الفيديو اللي فات. Ensuring the wireless router is running up to date firmware. Okay, if you update the Wi-Fi router type or Wi-Fi support, the router. When the base sound VPN, I'm sound Tor, I'm running on Wi-Fi. The Wi-Fi can be used to do. And then the browsing pocket, the HTTPS URLs, I'm sound to work over this Wi-Fi connection. ثانية نغير الادمن باسورد، نستعمل احسن سكيورتي انكريبشن من الواي فاي عندي ونتاكد ان جميع الابلكيشن سيرفيس تستعمل انكريبشن. تمام. ونتاكد ان جميع الواي فاي نيبل ديفايسز اللي حاصلين على الواي فاي بتاعي عندهم اخر ابديت، نديرها اول ما نحصل ابديت. نتاكد ان الراوتر بتاعي ديما ابديتد عند اخر فيرم وير حتى هو. ونستعمل في بي ان او تور لما انا عندي واي فاي. ونتصل فقط بمواقع في الـ HTTPS لما نعي على الواي فاي هذا. كويس كده. غنو الوقت ما يسدش هلبة للاب مليح. نتبه وناخده مجموعة سلايدز على الفاسف الكاكر ودوس التاكس وغضوا نديروا فيهم اللعبات الثلاثة مع بعض ولا يدوكم نعم. أنا بالنسبة لي أوكي مش عارف بيكون قال لي بياخذ ستايل اليوم كله وهو ناخذ لبات ثلاثة مع بعض شلون؟ اللي هو أخذ المونيت. أنا عارف إنه صار سنين عصر زي اليوم طول عمل يا رب. السلام عليكم كيف حالك؟ أنا عارف. أنت طبعاً طبعاً ماشين سلايد. إيش بفهم طبعاً؟ إيه لك سلايد فت مش زي لا. لا أبسط حاجة تلفون صح إن شاء الله. فهذه خدنا تو وايرلس أتاكس مجموعة وايرلس أتاكس خدنا ركزنا على الكراك أتاك شفنا كيف طبعا في كاسبيرسكي عندهم بيج على الموضوع خدنا كيف نحمي نفسي من وايرلس أتاكس. أوكي فنبي نخش على باسورد كراكينج. أوكي وات باسورد كراكينج هو the process of recovering scrambled passwords. يعني حصلت على باسورد يكون يا اما مشفر يا اما هاش يعني في حاجه معينه فيه نبي نجرب عليه لين نحصل الباسورد الحقيقي اللي يكون النتيجه اللي حصلتها. فاول حاجه نبي نعرف كيف يتخزن الباسورد. تمام. في كذا طريقه كيف يتخزن الباسورد. مثلا في يونكس بيس سيستمز زي يونكس، لينكس، ماك وغيره. تمام. شبه أي حاجة مش ويندوز، سولاريس وغيره، كله يونكس بيس سيستم. في يونكس بيس سيستم تستعمل حاجة اسمها يونكس باسورد فايل. On most يونكس بيس فايل سيستمز، the password file is located at /etc/password. يعني تو اللي عنده كالي لينكس يمكن يجرب يشوف الفايل هو شو خصت هذا عبارة على فايل مثلا دير كات /etc/password طبعا باس WD هو فحتلقى جميع أنواع اليوزرز. اليوزرز هما في منهم يوزرز سيستم يوزرز وفي يوزرز عاديين مش
تمام. نعم خير. عارف انا غير قلت لك تقدر تدير كوماند عندك اللي هو زي هو فايل هو تشبع عشان تفصله. لكن ما عندكش مشكله تقوم حتى من عندي. اوكي فهذا الباسورد فايل ايش ندير؟ ندير كات سلاش سي سلاش باس لابريزي هذا اسم الفايل وهذاك كات باش يورد لي الفايل. فعندك هنا روت يوزر وهذا مجموعة سيستم يوزرز مش يوزرز حقيقية يجي يديروا لوجين من برا مجموعة كبيرة nobody no login اخر البرنامج هو اسم برنامج الحاجة هاي لا لا هو ما عطينا بس ما يقدرش يدير لوجين عطينا باتا هو وملفك شكله مش هو برنامج هو قصدي يبانه حتى هنا يقول فيه المهم تأكيد ممكن تقدر تغير الخدمة مثل فايل ودريفتي This account is currently not available. المهم اللي ما يقدرش يدير لوجن تلقاه معايا من لوجن تمام في اللي ما يقدرش يدير لوجن وما فيش عليها فما تركزش عليها تمام. المهم انه فيه يوزرز حقيقيين زي الروت والكالي وفي سيستم يوزرز فجميع اليوزرز حتلقاهم هنا. هذا مش نفسه الفايل اللي فيه الباسورد بتاع لينكس حاليا فهو فايل هو فصل باسورد فصل باسورد بتاعت ال لينكس سيستم لكن الباسورد فايل هذاك الاول هو الوحيد حتلقى فيه جميع اليوزرز لينكس سيستم يوزرز تمام. طبعا في يفرق على بعض دكتور لينكس سيستم يوزرز في اللي يشوفوا فيهم طريقه غير ثانيه في اللي ما ينفعش في اللي يخلي في باسورد خلاص each line in this file contains information about one account on the system. The file itself is readable by all users, but only writable with super user privileges. So, شوفنا إحنا ال ETC password هو فتح لي من غير سودو. لك شال الفايل بسودو. تمام. فالفايل هو في أي Unix system أي user يقدر يشوفه لكن ما يقدرش إلا super user. روت فقط يكتب على. Password error. Windows password file. The Windows system for storing password file is very similar to the Unix stats. Okay, the password file for Windows, known as the Security Account Manager SAM file, is located in system32/config/sam. Okay, very similar to the Unix. Online password storage. Many websites and online services require users to log in. أي حاجة جوجل فيسبوك يوتيوب with a typical password scheme. This necessitates the storage of password information. يعني هم ضروري عندهم وين يخزنوا في الباسورد بتاع اليوزر. إذا ما سويت ماجر بتاع البرو. لا هو قصدي على السيرفر نفسه. أوكي. أونلاين ستورج. ففي السيرفر نفسه طبعا في العادة الباسورد بيتخزن هاش. المفروض مش هاش يعني ما مش هاش تستعمل طبعا حتى هي يمكن كانت تمشي تقسم لنا كاسه بتاع اليوزر على طريق السيرفر اللي هم يستعملوا فيهم في باسورد سورس. اوكي storing the hashed or encrypted values for passwords is certainly much more secure than storing the plain text in a password file. Everyone knows that. فعندك هنا
الشكل الموضوع هذا الباسورد ولا الهاش فاليو بتاعه الباسورد هنا هذا الباسورد زي ما هو مش ساطر هيك هو الباسورد هيك هيك يكتب اليوزر مش دي لوجن الباسورد بتاعي يكتب This is a good password to exclamation marks اوكي هذا من غير ساطر لكن هنا هو نفس الباسورد اليوزر كتب نفس الشيء لكن فيه ساطر تجي تشوف انه تغير بشكل الباسورد فالصوت انواع اوكي او يجو يعني راندوم شويه فيتغير شكل الباسورد وفقط صوت الانكريبتد داتا سبيشال ف قبل تخزن الباسورد في العاده بتدير تزيد عليه صوت وبعدين بتدير له هاش وبعدين بتخزنه فتجي تشوف هنا الفرق بيناتهم طبعا هاش تغير اي حاجه بسيطه يتغير هاش كومبليتلي تبي تعرف ما هي اللي مو سكيور يعني أنا الهاكر لما يحصل على هاش فاليو هنا يقعد يجرب لما بيجرب هذا حيطالع هاش هو حيعرف باسورد لكن لما الهاكر حصل هاش هو وباسورد صادق حتى لو عرفه هو مش حيقدر يجرب بس يتأكد منه صح ولا لذلك هو مو سكيور وهذا بدل صفر مية باسورد اتاكس في عدة انواع من باسورد اتاكس طبعا الناس من هم اخترعوا باسورد يبقوا حاصل باسورد شنو ففي بروت فورس اتاكس بروت فورس اتاكس معناها تبدا من الصفر لين توصل تمام بروت فورس اتاكس في لها معادلة حسابية انا ما ندير فيها بالضبط ندير في واحدة قريبة عليها تمام ايش اذكر الكامل المهم لما الباسورد بتاعي طوله مثلا 8 كاركتر اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 فهي طوله 8 كاركتر معناها ان لما بنجرب من الصفر بال 8 ساعات لازم نقعد بس نجرب معادله هي بتشوف قداش كاركتر عندك فهي اللي هم 8 صح ولا بعدين بتشوف قداش يمكن تحط كاركتر في كل كاركتر هنا بيكونوا 10 من 0 ل 9 بس ارقام فقط فبتقول 8 ل 10 مش اكيوريت هذه هنا انسان فاهم فيري فيري كلوز تمام فيري كلوز يعني هذا عدد من الاحتمالات 8 ل 10 فيري 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 كلوز بعد الباور 21 هو اللي يخطر شويه لكن بالبدايه عادي شبه اكيوريت فهذه كيف تحسب قداش تبي محاولة يعني انت بتحسب فهموها الرقم اهو بعدين بتشوف قداش نقدر ندير كيف الثاني يعني مثلا 1000 لو انا نقدر ندير مليون معناها بدي 100000 ثانية فانت كيف نص ساعة فهيك تحسبها قداش تبي توقف الباسورد كراكن هل هي فيزبل او لا تحسبها انت بالكالكوليتر وتشوف هل انا نقدر نهكر هو في نص ساعة مثلا لو بن بتاع كارت حيكونوا 4 في ذا باور تو تندار تندار مثلا بالألف كيك لازم منها 40 كيك هذيك تديرها عادي لكن كان باسورد كبير وكي مش حنديرها ف بروت فورس اتاكس مش دينا فيزبل The feasibility of brute force depends on the domain of input characters of the password and the length of the password. في لينك هنا لينك هي فيها brute force calculator يحسب لك الرقم هو لما تكبر الارقام عندك ما عادش تقدرها بطريقه هي أخذ سلامة كالكوليتر باهي في حاجة ثانية اسمها ديكشنري اتاكس تمام ديكشنري اتاكس استعملها لما مثلا مش محدد الكاركترز بالضبط ما نعرفش متوقع باسورد كثير جربت اوريدي بروت فورس مشيت بنحول الديكشنري اتاك ديكشنري اتاك شنو هو؟ ديكشنري اتاك هو يعتبر تاك بروت فورس اتاك لكن الهاكر عنده قائمة باسوردات تمام عنده قائمة word list most common words in English ولا اللي هو عدد صفحات الباسورد فthe hackers they try to guess a user's password to their online accounts by quickly running through a list of commonly used words phrases and number combinations ففي ناس يديروا في maintenance list في طوال هلبة ممكن يوصلوا حتى في تيرابايت
فيهم مجموعة كبيرة من باسورد. هذا باسورد صغيرة يعني في تلقى مجموعات مختلفة من الوردس. في تلقى فيهم ده باسوردات صغيرة من 1-6 ومش عارف شنو. وفي الباسوردات أكثر. المهم حيكون عدد كبير جدا من الوردس. يمكن فعلا تستعملهم باستخدام بين باسورد. يمكن ينشبوا على حبة التخوير. وهذا فهذا الدكشنري اتاك. الدكشنري اتاك عندي قائمة بتجرب 1x1 لين تتم القائمة أو أنت تنجح بالباسورد. بروت فورس اتاك بتجرب في رينج معين من الأرقام لين يكمل ولا يلقى الباسورد أو أنت تسكره من اللينك وما يتم شوفه. في اتاكس ثانيات. في كي لوجر اتاك. اوكي كي لوجر كنا نعرفه اللي عندي سوفت وير صدر او هاردوير يديروا في كي لوجر مثل بتاع في عادة بدون علم. فكي لوجرز ار مالشس سوفت وير او مالوير ذات انترز ذا ديفايس ثرو ان اكسس كود. They gather sensitive information such as login credentials. في العادة هم في الأصل بتاع كي لوجرز كانوا بتاعت لوجين فقط، لكن هو بيجيبوا حتى اليوزر يدير برضه بتطورينها. تطلع بين بروفايل دائما هذه كيلو جرام. في موضوع اسمه باسورد سبراي اتاك. باسورد سبراي also known as باسورد سبراي اتاك is when a cyber criminal tries to access multiple accounts in a single domain using common passwords. يعني اخترقت مجموعة باسورد بنجربهم في نفس الدومين يمكن كلهم نفس الباسورد يمكن في نفس اليوزر عند اكثر من اكونت نفس الباسورد وحاجة زي يمكن يكون in combination with the dictionary attack. لكن مش هيكون عندك وورد طويلة. اوكي كيف نحمي نفسي من الباسورد اتاكس؟ اهم حاجه نبدا ندير I want to create a strong unique password for all my accounts. Every account should have its own password. Every computer should have its own password and so on. لما ندير هيك لما يكتشفوا باسورد مين بيديروا لي باسورد سبراي اتاك بتاكدنا صح ولا؟ يعني مرات عندي باسورد قديم حاطه في سيرفر يمكن قدامي تتسرب حاجة زي نشوف في داتا دامس في باسورد دامس ممكن حتى تلقى نفس الغلط في واحد من دامس. فيمكن لو تستعمل نفس الباسورد في اكونت ثاني يمكن يجوا يفكروا من الاكونت بتاعك. Don't reuse passwords. تمام very important. Enable multi-factor authentication. Always keep an eye out for suspicious activity on your accounts. طبعا في هلبة online accounts يحذروك لما في احتمال في اختراق او حد يجرب عليك يقول لك مثلا في كام باسورد كنز هذه السريه. في طبعا سيرفيسز ممكن ما يخلوكش تدير لوجين حتى لو درت يوز نيم باسورد صح زي جوجل. تو زمان كانت المينيموم سيف باسورد كانت 8 كاركتر. طوط نفس الشيء ثاني 16 لازم تاخذ سبيشال كاركتر وكابيتال ضروري هذا اللي ماشي. واصلا سبيشال كاركتر باش تحولها شوية صعب فوت كان مشكلة في باسورد بس كراك. خش على دوست اتاك. هو عندي سؤال. تفضل. ليش بدير في باسورد كراك؟ بدير؟ أنا عندي باسورد من الأول. عندك باسورد؟ بدير أربعة. بدير لك كراك. كيف نأخذ باسورد؟ تبي تأخذ هاش؟ مثلا واحد من الأمثلة في الموضوع هو اللي أنت تكون نسيت الويندوز باسورد بتاعك. كويس انا مثلا جهازي قصدي بجيب لي باسورد وين بدي اخذ هاش بالضبط كيف بدي بتاخذ سام فايل هو بستعمل برنامج زي جون ديريبر ولا يعني بوب مثلا من لايف بالضبط كوبي سام ولا هو في مكان محطوط تستعمل على جون ديريبر او تول ثانيه ممكن هاش كان ولا لا تنجح. هو كانوا سكيورتي بتاعهم ضعيفه هلبا باسورد زمان لكن يمكن ريسنت يغيروا حاجه عشان اخر مرة درتها مشتها لما تعصر يجيزي ست صح علي صفر اذا بمانك من هو؟ في صفران خلي باسورد بمانك في اللي باي باسم
لانه نحكي لك ان ويندوز يمكن تطور من السكيورتي بتاعهم ولا اصعب الكراك بتاع الباس بتاع ويندوز، لكن يمكن اخر مره جربتها حوالي 2016 على ويندوز 10 ماشي الحال. ما جربتها هي. انا لو سبت واحد لا بالطريقه اللي قلت عليها باذن الله تحصل باس انت بتمسح نفس الوقت لكن باذن الله تحصل عندنا في كالي لينكس عندنا في كالي لينكس كمان باس ذات في كود كرانش هاشتاج هايدرا جون ذا ريبر ميدوسا ان كراك اوف كراك وردست اوف كراك كل شيء راح استعمل قوي يمكن يمكن يمشي انتي هاش مش عارفين شكله بتاع ويندوز يمشي جاي بتاع ويندوز 10 ايه كيف جوجل انت بتقول الباسورد مش كاركت خوش على دست تاكس اوكي شنو دست تاكس دست تاكس a denial of service attack is a cyber attack that makes a computer or other device unavailable to its intended users. يعني انا خليت جهاز هواء ما عادش يقدر يوصلوا فيه الناس اللي يستعملوا فيه سواء كان هو وايرلس راوتر اندرويد فون سيرفر على الانترنت سيرفر في الانترنت اي حاجه من هنا اي جهاز كمبيوتر ما خليت اليوزرز بتاعه ما عادش يقدر يوصلوا فيه يسمى دوس اتاك تمام في عندي انواع من دوس اتاك طبعا انا حطيت لكم بفر اوفر فلو اول حاجه اعطوني لكم باينامي ما فهمت اللي هي بفر اوفر فلو بفر اوفر فلو عن طريق باكت واحده يطيح السيرفر ما اعرف لا تبي تبي لا هاي اسمها باندويت ولا اي حاجه فطبعا مره ثانيه يوري الموضوع بفر اوفر فلو اللي هو فيري 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 كول تمام اني لانجوج أو كتبتها بطريقة ثانية زي الأولى بالظبط. Any language where the developer has direct responsibility for managing memory allocation. مش ديرها. بهاي. Most notably C and C++. Has the potential for a buffer overflow. While the most serious risk related to, the, to a buffer overflow is the ability to execute arbitrary code in the server. اللي تكلمنا عليها المرة الأولى. RCE. صح؟ لما قلنا تطلع من من مكان تاع رام تخش في مكان تاني في الرام وهكذا من توصل وما تبقى في الرام ولا ار سي اي ففي ريسك اقل شويه من في شيء ار سي اي لكن denial of service that can happen if the application crashes نعم فعندك buffer overflow exploits ترم exploits اعطوك دوس اتاك مش vulnerability يعني مش vulnerability تعطيك ار سي اي لك هدين vulnerability دوس اتاك يمكن سيرفر يوقف نهائياً تكراش في قدام يجي سيسمة السيتر بتاعه تو بفر اوفر فلو ما عادش تنساها ولا تسجلت في دماغ خلاص في حاجات ثانية قريبة الموضوع طبعا هم أول حوالي اثنين نقاط فقط ما بدش نكتر لكم وليهم علاقة هلبة بالبرمجة برمجة نعم هذو كان معروفات لكن أول زوز هم اللي هم عاقوا برمجة في حاجة اسمها Denial of Service User Specified Object Allocation Okay If users can supply directly or indirectly a value that will specify how many objects to create on the application server تمام And if the server does not enforce a hard upper limit on that value, and I was the user which allowed their objects, then it will crash. Mm-hmm. It is possible to cause the environment to run out of available memory.
هذا يشبه عملية هذا يشبه عملية الكده تعطي ليمت في محاولات إلغاء الباسورد. لا هذه أنت عندك مثلا عندك كيف ما تقول ويكيبيديا مثلا ما قاعد وفي الباتي الأحسن غير ما أخذت على البال مثلا ويكيبيديا أنت في تدير أرتيكل جديد بس مو كثير أرتيكل لا مش مو كثير 7 مليار أرتيكل عرفت وأنت ممكن طبعا طريق الكوست واحد الكلمة هذه مخطاة برمجية فأنت مثلا مثلاً أول فورمة تفتح وقدس تبي تفتح أرتكل اليوم مثلاً نزيد لك المثل هذي يقولها 1-17-50 في اللي يقولها نبي 20 مليار أرتكل تفتح والسيرفر هو مكتوب طريقة غلط المليار ما فيش أبر ليمت وما يديرش في تشيك هل عنده ميموري تكفي الحاجة هي أو لا وفي نفس الوقت طور بيدير لهم أليوكيشن الميموري تحت كله مع بعض في نفس الوقت طبعاً متوقع كل واحد بدير كلهم ويبدأ out of memory exception crashing the system كله كلام هو طبعا في سوابس وحاجات مش حاسين out of memory exception حقيقي لكن توصل للباس اتاك وانت قاعد بعد ريكوست واحد فقط فهم بادي نصلكم من الباس اتاك مش معنا ضروري عندك 10 تيرابايت باندل وبدأ وفلادي هذه اول ثلاث نقاط تعرف انه مبرمج قصدي يمكن انت داير احسن انواع السكيورتي الكافيين الماليه لكن مبرمج نقطه عليك حاجه غريبه حاجه تافهه جدا تعطيش يكتب سي بلس بلس اس ام بي فلود مش انت مونا في الاولى اس ام بي فلود تفكر فيها انت سالني انا مره ثانيه اس ام بي فلود هو بينج باكيتس سندير leverages misconfigured network devices by sending spoofed packets that ping every computer on the target network. Instead of just one specific machine, the network is then triggered to amplify the traffic. This attack is also known as the Smurf attack or ping of the network. يمكن عندكم فعلا فكرة في النتورك. من كتر البينج زي ولا البينج يقعد يدور وراح. صح. يعني الاتاك تجي دار فلودنج البينج وروح وقاعدين يدوروا البينج. صح هذه عندك النت سكان والجمال فصل الميزانية بدأت لو أنت تدير سكان على النتورك وفجأة فعز السكان طفي البرنامج نفسه البرنامج قاعد الله يفصل النتورك لكن أنت طفيت البرنامج خالد فهذا يسكره فعلا هذا اي سي بي فلود هل إن فيه أي مشكلة هذا استعمله في سبينج سبينج 3 تعرفوه سينفلود اوكي قريب مش قريب هذاك على البينج وهذا على البورتس ابيوزنج التي سي بي هانشيك اوكي سينفلود سينز ريكوست تو كونكت تو ا سيرفر بات نيفر كومبليت ذا هانشيك طبعا هي فور واي 3 واي هانشيك هانشيك هو يدير في الجزء الاول ما يدور ما يستناش أك ما يسمعش فيها مراوح زي كمان بالضبط فلذلك هو يبعث الأولى ويسكر كل شيء يبعث فهمت كيف يخلي في الكمبيوتر السيرفر رانز أوت في شيء يقولون قبل الوقت أنت الأول أوبر بورت أساتريت بيجر كويس هو أنا كنت نبي يعني نتكلم عن بورت نفسه يعني بورت كل يعني بورت يقول أساتريت بيجر كويس معش فيه كيف يفتح عليه سوكت ثانية حتى هو عنده ليمت مثلا سوفتوير او هاردوير او حاجه زي هيك فالبورت هو معك بيه هو بيكمل بيديرها نفسها هي لكل البورتس اللي مثل حتى السيستم هو ساتوريت المود ريكوست نون ار افيلبل فور ليجيتمت يوزرز تو كونكت اليوزر العادي مش هيقدر يستضيفه الهاكر لكن بامكانه بالضبط نقدر نعطيها مثال نقول صح ولا لا ونطلع طريق شويه فيها تخيل انه هو نفس الفكره بتاع الممر بتاع حجرات فندق ويجي واحد نيته مش كويسة يجي يطقطق على كل باب وما يستناش انه يفتح مش يطقطق على الثاني والثالث والرابع فكل واحد يفتح يطبق على الروم سيرفس ما يلحقوش يكفوا كله فهذا هذا اللي ما يلحقوش ما يلحقوش ان هم يكفوا الخدمات كلهم شو تبي شو صاير شو نبدا شبه هيك وحده في مثال احسن في مثال انه تبدا انت ماشي باص ستيشن تبي تركب باص شايف كيف في الكويت هم قريب ضغط من دينا
وهم تمشي انت بتركب تبي انت تبي تروح مو طيب انسان طبيعي تبي تروح من الصبح عيال بتروح امشي لين جي جايب معي 3000 نفر بركب جميع الباصات اعرف ما حتحصل ما تركب انت فهمت كيف ولا؟ اوكي هذا في 50 100 مكان وين جايين جاي معي 1000 واحد عارف كيف تخش اهلا لا overall minute with traffic causing the traffic to crash. فنفس الشيء لكن بالنسبة لـ UDP يبقى في UDP packets يعني احنا دلنا abuse للـ TCP handshake دلنا abuse للـ ICMP protocol ودلنا abuse للـ UDP نفسه يعني نوع في flooding في UDP packets. في HTTP flood طبعا واضح من قبله يعني انا اي واحد عنده سؤال وقفنا تمام يعني مش سباق عادي استنونا غضو السايد ففي HTTP flood يبعث HTTP request للويب سيرفر overwhelming and causing to crash and become unresponsive. نعم؟ هو يمشي أكثر شو كده وصل لك هنا حتى بروح كيف تدير هذا هنا يمكن كان عندك هلبة باندل وكمبيوتر بوي performance تفرق هنا في flooding في الحاجة الثانية لا which brings us to distributed denial of service attack. Okay, DDoS attack. A common type of DDoS attack is the distributed denial of service attack, DDoS attack. An attacker floods its target with unwanted internet traffic so that normal traffic is unable to reach its intended destination. And it's not for it, but it hordes of infected قطيع وما جمع قطيع قطعه hordes of infected connected devices smartphones PCs network servers internet of things devices anything from around the world go after a targeted website network or web application or application programming interface API or data center infrastructure simultaneously to block traffic. طبعا احسن مثال يمكن حرب فلسطين بعد قبة صح حددين شفت 60 صاروخ بدنا 6000 نفس الفكرة انه في سلوتس معينات اليوزرز انت بتاخذهم كلهم كاتاكر فما عادش في كيف تجنن اليوزرز لكن هنا انت جاي من جميع انحاء العالم يعني ما عادش في فاير وولز وحاجات ثانية تقدر تشدها وفي برنتنج وموديل زي هي كلها سيستم كم بنا يجينا حال هو ذاك ما عاد فيه خلاص في هذا وصلنا الدوس بسرعة ودود بس أكل شوية بسرعة تزبطه كلهم ما رأيك أربع ساعات بزبطه نديره ثلاثة أربع لبات بزبطه إن شاء الله ممكن حتى أكثر نكمل موضوع اللابس بزبطه بإذن الله